في لندن أصحابكم خلالها أنا وائل تميمي. والبداية مع العناوين: جدل مستمر بعد تمسك نتنياهو بمسيرة الأعلام في القدس، واقتحام المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي، فما حدود التصعيد والاستفزازات الإسرائيلية؟ كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن جولة المباحثات المقبلة في فيينا قد لا تكون الأخيرة، والخارجية الأمريكية تحذر من تعقيد المفاوضات بسبب انتخابات الرئاسة الإيرانية، فأي آفاق لهذه المفاوضات الصعبة؟ وسأكون معكم أنا تامر أبو عرفي بتوقيت مصر وتتابعون. بيان مصري سوداني مشترك يدعو لتدخل دولي نشط بشأن أزمة سد النهضة بعد وصول المفاوضات التي رعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود. وأنا نضال حمدي سأكون معكم في الفقرة المغاربية وفيها: صمت انتخابي في الجزائر، وقيادة الجيش تؤكد أن المؤسسة العسكرية ستلتزم الحياد في السباق التشريعي سبت. البداية مشاهدينا من القدس المحتلة، حيث اقتحم نحو 140 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد الأقصى بحسب ما أكدت الأوقاف الفلسطينية. الاقتحام يأتي في وقت يصر فيه متشددون إسرائيليون على تنظيم اقتحام كبير للأقصى على الرغم من عدم موافقة السلطات السياسية والأمنية على هذه الخطوة، ذلك بينما يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إجراء مسيرة الأعلام في وقتها. شرارة التصعيد على اعتاب الأقصى من جديد. يصر اليمين الإسرائيلي على استفزاز الفلسطينيين من حيث انطلقت الجولة الأخيرة من المواجهات والتهدئة لم تكتمل بعد. استفزاز يرتبط هذه المرة بخيط لم يعد خفيا مع مداولات تشكيل حكومة إسرائيلية تنهي استئثار بنيامين نتنياهو بمنصبه طيلة 12 سنة. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عد إقامة ما يسمى مسيرة الأعلام تحديا لابد منه، ولا مجال لإلغائها حتى ولو حذرت الشرطة من مخاطرها الأمنية. يقول نتنياهو إن إلغائها يعني الاستسلام لحركة حماس. مدعومين بهذا الخطاب يروج متشددون إسرائيليون لتنظيم اقتحام كبير للمسجد الأقصى بالرغم من عدم موافقة السلطات الأمنية على هذه الخطوة. ونحو 140 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون باحات المسجد، في حين تمنع الشرطة الإسرائيلية مسيرة الأعلام التي كان المستوطنون يدعون لإقامتها يوم الخميس 10 من الشهر الجاري، فيعلن المجلس الوزاري المصغر السماح بتنظيم المسيرة بعد تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل. تداعيات تضع بدايات مشابهة للمواجهة الأخيرة مع غزة، وتحرج زعيم اليمين في الحكومة الائتلافية الجديدة نفتالي بنت أمام تحد قد يكون الأمل الأخير لنتنياهو في شق صفها، وهو يعد أيامه الأخيرة قبل المحاسبة في مجموعة من قضايا الفساد المتراكمة. ينضم إلينا من القدس فضل طهبوب الباحث في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ طهبوب، بين السماح والمنع، كيف نفهم هذا التخبط في المواقف الإسرائيلية؟ واضح تمام، نتنياهو يعمل كل ما باستطاعته لتعطيل الحكومة الجديدة أو الائتلاف الجديد اللي بيعمله يتشكل وممكن نشكل حكومة الأسبوع القادم، وهذا موقف يعني نهاية نتنياهو السياسية بمعنى آخر. في حالة سقوطه وعودته لعضوية الكنيست سيتم محاكمته على ملفات الفساد التي طبعا موجودة وحقق فيها، وهناك بعض الإدانات ويمكن أن يحاكم ويدخل السجن وبهيك تنتهي حياته السياسية. إذا هو يقاتل بكل شراسة في سبيل عدم تمكن هذه الحكومة من تشكيلها، وطبعا يختلق المشاكل. كان في الأسبوع
الماضي يحاول خلق مشاكل، وهناك مواقف أو على الأقل هناك بعض التقارير تقول بأنه كان ينوي اختراق معركة المحادثة سواء مع قطاع غزة أو مع لبنان أو مع سوريا أو حتى مع إيران، ولكن الولايات المتحدة استدعت وزير خارجيته غانس وحذرته من الموقف هذا وحذرته من الاستفزاز في مدينة القدس بالذات. وهذا حكى بصراحة غانس حكى هذا على التلفزيون أنه يعني الولايات المتحدة غير معنية بتوترات في الشرق الأوسط في المرحلة الحالية. هذا الموقف الأمريكي واللي كان طبعا ضاغط على نتنياهو. الآن نتنياهو استبدل المسيرات اللي كانت موجودة في رمضان واللي طبعا أدت إلى المواجهات ما بين المقدسيين وبين الإسرائيليين بالمسيرات الجديدة، مسيرة الإعلام. ومسيرة الإعلام أيضا كان يجب أن تكون غدا، والحكومة الإسرائيلية مع كل رجال الأمن الإسرائيليين سواء شرطة أو مخابرات أو حتى أمين اعتبروا أنه هذه المسيرة ممكن تؤدي طيب إلى مواجهة جديدة مع الجماهير الفلسطينية أولا. نعم طيب بين المستوى الأمني والسياسي الذي يحذر من السماح لهذه المسيرة والمستوى السياسي بزعامة نتنياهو الذي يريد الدفع بها، كلمة من ستسري في النهاية برأيك؟ واضح الأمن والشرطة قرروا تماما وأبلغوا المجموعات أنه ممنوع. الآن نتنياهو يدفع بالمتطرفين اليهود بالمتدينين والمتطرفين بيدفعهم كأحزاب حتى يقوموا بهذه المسيرة، يعني بمعنى آخر هو خارج الموضوع ولكنه يدفع الأحزاب والمتطرفين أن يقوموا بهذه المسيرة للتخريب أو لخلق مواجهة جديدة ممكن أن تؤدي إلى بقاء حكومته أو أقل تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الواقع الأمني الجديد اللي ممكن يخلق على ضوء هذه المواجهة. هذه سياسة نتنياهو وتكتيكاته التي يستعملها من أجل عدم، لكن في اعتقادي يوم الأحد القادم أو الاثنين ستعرض هذه الحكومة على الكنيست، وإذا مرت ب 61 صوت بيكون انتهى دور نتنياهو المباشر على الأقل. نعم انتهى دور نتنياهو، لكن هل تنتهي سياسات إسرائيل في استفزاز الفلسطينيين في المسجد الأقصى؟ حكومة بزعامة حليف المستوطنين نفتالي بنت، ماذا ستتصرف برأيك؟ هذا وضع ثاني. الحكومة الجديدة لا تقل صهيونية وعداء للشعب الفلسطيني عن نتنياهو، بالعكس هي سياسة نتنياهو المتطرفة واللي في خلال 10-12 سنة الماضيات قام نتنياهو بتحويل المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع يميني متدين أيديولوجي في داخل إسرائيل، وأدى طبعا مقابل هذا الشيء قام بتدمير كثير من المفاهيم الإسرائيلية، يعني حرية الرأي، حرية التعبير، الصحافة، القانون، يعني اعتدى على كثير من الحاجات اللي بنيت عليها دولة إسرائيل، وهذا ما أدى إلى تجميع كافة المثقفين وأعضاء الكنيسة 7 أحزاب على وحدة واحدة قاسم مشترك بينهم إسقاط نتنياهو. نعم. وليس بشكل آخر. في الحكومة هاي بالنسبة للفلسطينيين هي لا تقل تطرفا عن نتنياهو، ولكن ما جرى في المواجهة الأخيرة ما بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في 48 ووحدة الشعب الفلسطيني أدت إلى مرحلة جديدة الآن يخشاها الإسرائيليون بالضبط كما كنا نخشى اليمين الإسرائيلي. اليوم الإسرائيليين يخشوا وحدة الشعب الفلسطيني وأي استفزاز للشعب الفلسطيني يمكن أن يوحد مواقفه ضد إسرائيل، وهذا لا تتحمل إسرائيل، وبتشعر أنه هون دمار للمجتمع الإسرائيلي لأنه في 2 مليون فلسطيني داخل إسرائيل، هذول كلهم بيحملوا الجنسية بيحملوا الهوية الإسرائيلية، وإذا كانوا في حالة صراع مباشر داخلي إذا الحكومة تتفتت تماما لأنه تعتمد على عدد كبير منهم. نعم. في حتى في مسار اليوم للحياة في داخل إسرائيل. هذه المرحلة الجديدة على الشعب الفلسطيني أن يستفيد منها ويوحد مواقفه حتى يستطيع أن يكون في المواجهة القادمة أقوى ويحقق إنجازات أفضل. الإسرائيليين في حالة ارتباك، وضع صعب، عداء مباشر ما بينهم، تحريض مخيف بينهم ممكن يؤدي إلى القتل. شكرا جزيلا فضل الدهبوب الباحث في الشؤون الإسرائيلية في القدس، شكرا. للإضاءة على تفاعلات هذا الملف نتحول إلى محمد غملوش لرصد منصات وسائل التواصل الاجتماعي، إليك يا محمد.
شكرا لك وائل، واهلا بكم مشاهدينا. انشغلت المنصات الرقميه بمتابعه التصعيد الاسرائيلي في القدس المحتله التي شهدت حمله اعتقالات في صفوف المرابطين الذين تصدوا لاقتحامات المسجد الاقصى من المستوطنين لليوم الثاني على التوالي. المفتش العام لشرطة الاحتلال أمر بمنع عضوي الكنيسة المتطرفين إتمار بن غفير وميغولان من التظاهر في البلدة القديمة بالقدس أو اقتحام الأقصى تخوفا من التصعيد الميداني مع الفلسطينيين. بن غفير وصف منعه بنهاية الديمقراطية وأردف في تغريدة: الشرطة تنتهك حصانة أعضاء الكنيسة لرغبتهم في السير بعلم إسرائيل في القدس. مفوض الشرطة الذي فشل في ضبط الأمن في اللد ومدن الجنوب يتخذ قرارا غير مسبوق بتقييد حرية عضو في الكنيسة، على نتنياهو أن يبطل القرار. ويرى الكاتب رضوان الأخرس أن الاحتلال في ربكة وتخبط منذ أيام، تارة يوافق على تنظيم مسيرة الأعلام وتارة يلغي وتارة يؤجل. كل هذا وأكثر من آثار معركة سيف القدس. مشاهدينا، المغردون تفاعلوا أيضا مع وسم أنقذوا سلوان بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال إخطارات جديدة بالهدم تستهدف حي البستان في بلدة سلوان المقدسية، ومدة الإخطارات 21 يوما. وعن ذلك علق الناشط سامر النوباني بأن 63% من المواطنين المهددين بالتهجير والتطهير العرقي في حي البستان هم أطفال، واصفا ما يحدث بالاستعمار الذي يسعى لتدمير الحي لإقامة حدائق. وعن شرعنة الاستيطان أشار الصحفي جمال دجاني أنه لعقود من الزمن كان حي بطن الهوى في سلوان هدفا لحملة لا هوادة فيها من قبل منظمات المستوطنين لطرد السكان الفلسطينيين من الحي قصرا واستبدالهم بالمستوطنين اليهود، وهي عملية شرعية تماما بموجب القانون الإسرائيلي. وفي الختام قالت الناشطة كيت تريمبلاي: الناس في سلوان لا يملكون أي وسيلة قانونية لحماية منازلهم، ويتم إجبارهم حرفيا على التشرد والإذلال الناتج عن الاضطرار إلى هدم منازلهم أو دفع ثمنها. إنهم بحاجة إلى ضغط سياسي دولي لمساعدتهم. مشاهدينا، مع هذه التغريدة وصلنا إلى نهاية هذه الإطلالة. عودة الآن إلى وائل واستكمال بقية الأخيرة. ونبقى في الشأن الفلسطيني، إذ اقتحمت قوات الاحتلال مقر مؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وصادرت عددا من أجهزة الحاسوب، وأبلغت إدارة المؤسسة بقرار إغلاق مقرها لستة أشهر لما سمتها دواعي أمنية. هذا المكان مغلق بأمر من قائد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. فجرا دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر مؤسسة لجان العمل الصحي غير الحكومية وأمرت بإغلاقه لستة أشهر قادمة. عللت قوات الاحتلال الإغلاق بالأسباب الأمنية، وقبل أن تغادر المكان عثت فيه خرابا حيث حطمت عددا من الممتلكات وصادرت الحواسيب. المؤسسة منذ فترة تتعرض إلى مداهمات واعتقالات وتحريض ومراسلة لممولينا واتهاماتنا بتهم بارتباطاتها إنه بتنظيمات سياسية مختلفة. وزارة الصحة الفلسطينية استنكرت الاعتداء وقرار الإغلاق واعتبرتهما مخالفين للقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حماية المؤسسات الصحية في أنحاء العالم كافة. استمروا في تقديم خدماتكم، لأنها خدمات مهمة ولا نستغني عنها، وبالتالي استمروا في هذا رغم كل ما يحصل. فهناك كل الأماكن تستضيفكم من أجل استكمال مهمتكم الإنسانية. هو الاقتحام الثاني خلال 3 أشهر تقول إدارة المؤسسة، حيث اقتحمته قوات الاحتلال في آذار الماضي وصادرت 7 حواسيب وداهمت منزلي 2 من العاملين في المؤسسة واعتقلتهما، ولا يزالان قيد الاعتقال. لم تقتصر المداهمات الإسرائيلية الليلة الماضية على هذا المقر الصحي. اقتحامات عدة شهدتها الضفة الغربية سجل خلالها عدد من الانتهاكات،
ضد الفلسطينيين. في البيرة أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مطبعة بحجة مساندتها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتوعدت بملاحقة كل من يقدم المساعدة لما سمتها منظمات إرهابية. وفي مناطق متفرقة بالضفة الغربية اقتحم جيش الاحتلال عددا من القرى والبلدات واعتقل 17 فلسطينيا بعد مداهمة منازلهم. يارا العملي العربي، رام الله. وصفت حركة حماس مسوغات الجيش الإسرائيلي لقصف برج الجلاء خلال الحرب الأخيرة في غزة بأنها تكرار للأكاذيب ومحاولة فاشلة لتسويغ جريمة استهداف برج مدني. الناطق باسم الحركة حازم قاسم قال في تصريح صحفي إن تدمير البرج جريمة حرب مكتملة الأركان، تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجومه الأخير على القطاع. وكان جلعاد إردان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة قال أمس إن حماس كانت تستعمل البرج في محاولة للتشويش على منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية. قالت ويندي شيرمان نائب وزير الخارجية الأمريكي إن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الخاصة بكيفية العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي ستستأنف مطلع الأسبوع المقبل. وأضافت شيرمان أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في 18 من الشهر الجاري تعقد المحادثات، وعبرت عن اعتقادها بأن الكثير من التقدم قد تحقق، لكنها أكدت أنه لا يمكن القول إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق. من جانبه أعلن رئيس فريق التفاوض الإيراني عباس عرقجي استئناف محادثات فيينا الأسبوع المقبل، وأعرب عن أمله في إحراز تقدم في مختلف القضايا المتبقية، وقال إنه من السابق لأوانه القول إذا ما كانت الجولة القادمة من المحادثات ستكون الأخيرة أم لا. عرقجي أكد أيضا أن الخلافات تتركز على القضايا الرئيسة المتعلقة بكيفية عودة الأطراف إلى الاتفاق النووي. وفي السياق نفسه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاق النووي هو الطريق الوحيد لرفع العقوبات عن بلاده. وفي رد على انتقادات مرشحي الانتخابات الرئاسية لسياسة الحكومة قال روحاني إن الاتفاق النووي حالة دون شن حرب على إيران. وتركز الانتقادات الموجهة إلى الحكومة على أدائها الاقتصادي وتعاطيها مع الغرب والاتفاق النووي على وجه الخصوص. الرئيس الإيراني حسن روحاني يدافع عن فترة حكمه، يشن هجوما لاذعا ردا على مرشحي الانتخابات الرئاسية يرفض قراءتهم لعمل حكومته في ملفات الاقتصاد والبرنامج النووي. السنوات الأربع الأولى كانت مرحلة ذهبية لخمسين عاما مضت على صعيد الاقتصاد، لماذا لا تقول الحقائق؟ واليوم فإن طريق رفع العقوبات الوحيد هو الاتفاق النووي الذي حال دون شن حرب على إيران. فوجوه أصولية مرشحة للرئاسة هاجمت فترة حكم روحاني، ترى أن من عيوب الاتفاق النووي عدم تحقيقه استقرارا في اقتصاد البلاد. هذه الانتقادات فتحت أعين المرشح الأوفر حظا لخلافة روحاني إبراهيم رئيسي على ضرورة الفصل بين الملفين النووي والاقتصادي. إذا تتغير الحكومة نرى بعض التغيير في الأسلوب، ولكن جذريا لن يتغير هذا الموضوع. يعني سياسة النظام واضح، لأنه هذا سياسة نظام وسياسة تعود إلى الأمن القومي للبلاد. وبالتزامن مع السباق الرئاسي تسعى حكومة روحاني إلى تحقيق إنجاز في الملف النووي على طاولة فيينا، ما قد يشكل رصيدا سياسيا لها، إنجاز إن تحقق قد لا يغير من معادلة الانتخابات، لكنه ربما يلعب دورا في استعادة كرسي الرئاسة مستقبلا. يتواصل الجدل في التفاصيل بين حكومة معتدلة تشك على إنهاء ولايتها ومرشحين أصوليين أقرب لخلافتها. يبقى الثابت أن خطوط سياسات البلاد المصيرية تحديدا ترسم بعناية بعيدا عن ضوضاء الحملات الانتخابية وشعاراتها. ياسر مسعود العربي، طهران. معنا من طهران الدكتور فؤاد أيزدي أستاذ الدراسات الأمريكية في جامعة طهران،
ومن واشنطن دكتور كينيث كادزمان الباحث في الشؤون الإيرانية. دكتور أيزدي، حديث كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عرقجي عن أن جولة فيينا المقبلة لن تكون الأخيرة، هل هذا يعني أن خلافات كبيرة ما زالت موجودة؟ نعم، هذا الأمر صحيح وهذا ما قاله اليوم. المفاوضات صعبة ولكنها كما تريد، ليست كما تريدها إيران، فإيران تريدها أن تكون بسيطة وتريد رفع العقوبات وتريد أن تتحقق وتضمن بأن هذه العقوبات سوف ترفع نهائيا، ويمكنها أن تبيع النفط أو السلع الأخرى ويمكنها أن تحصل على المال وتجلبه إلى البلاد. أما بالنسبة للطرف الآخر الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة بايدن، يبدو أنهم يحبون بعض العقوبات التي فرضها ترامب، فهم لا يريدون أن لا يرفعوا كافة العقوبات، يريدون أن يرفعوا بعضها ويبقوا على البعض الآخر. وكما قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي منذ يومين في الكونغرس الأمريكي بأنهم سوف يبقون جزءا كافيا من العقوبات لكي يحافظوا على رفعة العقوبات ضد إيران، وهذا أمر صعب بالنسبة لإيران لتقبل به. سيد كادزمان في واشنطن، هل الولايات المتحدة بحسب ما سمعنا قبل يومين من الوزير بلينكن فعلا تبدو أنها متشائمة من إمكانيات وصول المفاوضات إلى إيران إلى أي نتيجة قريبة، ولذلك ربما تلوح باستمرار العقوبات؟ حسنا، لا، لقد قرأتها قراءة مختلفة. تحدث عن عقوبات محددة، عن دعم إيران للفصائل في المنطقة وانتهاكات حقوق الإنسان وصفقات شراء الأسلحة، ولكنها بقيت في مكانها في المرات الماضية عندما تم الاتفاق على الاتفاق النووي. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقي على بعض العقوبات التي رفعت في 2016، وقال المفاوضون الأمريكيون بأن أي عقوبات لا تتسق وليس لها علاقة بالاتفاقية النووية، أي عقوبات لها علاقة بالاتفاق النووي سوف تزال. ولكن الأمر مختلف في الولايات المتحدة الأمريكية، لن تحافظ على كافة العقوبات ولكنها تقر بأن العقوبات على الاقتصاد الإيراني يجب أن ترفع باتفاقية أو صفقة بينهما، وإذا كان الطلب هو رفع العقوبات كلها فهذا الأمر صعب ولا يمكن التحقق من ذلك وضمانه إلا إذا رفعت العقوبات أصلا. وفي 2016 تمكنت إيران من إعادة الانضمام إلى النظام المالي المصرفي العالمي وغيره من الممارسات الدولية، ولا أعتقد أن العقوبات بالتحديد هي عائق كبير جدا للوصول إلى اتفاق. في الواقع هذا ما تقوله إيران سيد كازمان، أنه لا يمكن الوصول لاتفاق إلا برفع كل العقوبات. سيد أيزدي في طهران، نائبة وزير الخارجية الأمريكي تحدثت عن أن الانتخابات الرئاسية عندكم بعد أيام قليلة ستعقد موضوع الاتفاق النووي. فعلا لو جاءت إدارة مختلفة أو حكومة مختلفة عن حكومة روحاني سيتغير الموضوع كليا، أم أن الأمر النووي في النهاية هو بيد المرشد؟ كما تعلم، صحيح أن الرئيس روحاني ووزير الخارجية ظريف يعملون على أساس المؤسسة السياسية في إيران، فإن التنازلات التي يمكن أن تحصل عليها الولايات المتحدة من هؤلاء الأفراد هي أقصى ما يمكن أن تتنازل به إيران، ولكن الطرف الآخر لن يكون مرنا كما كانوا. مثلا إذا انتخب السيد رئيسي ضمن أسبوع أو ما شابه، فإنه سوف ربما يكون هنالك أفراد آخرون ينتخبون، هذا يؤدي إلى أن الموقف الإيراني سيصبح صلبا أكثر بناء
على ما مرت به إيران بتجاربها مع ترامب وحتى مع إدارة أوباما. بعض العقوبات لا زالت موجودة حتى منذ أيام إدارة أوباما. وبما أن إدارة بايدن كانت في منصبها منذ 4 أشهر ولم تسمح لاستعمال الأموال الإيرانية لشراء اللقاحات، ونرى وعادة تكون هنالك استثناءات في القضايا الإنسانية، ولكننا نرى بأن إدارة بايدن هي صلبة كما كانت إدارة ترامب. ولكن إذا تمكنوا من الوصول إلى اتفاقية قبل أن يغادر روحاني هذا أمر جيد، ولكن هذا الأمر سوف يكون صعبا جدا وعليهم أن يأخذوه في الحسبان في المفاوضات. سيد كازمان، ماذا فعلا لو أسفرت الانتخابات الإيرانية عن وصول من يوصفون بالمتشددين وأبرز مرشحيهم إبراهيم رئيسي؟ كيف ستتعامل إدارة بايدن وقتها مع الموضوع الذي سيتعقد أكثر كما يقول ضيفنا في طهران؟ أنا لا أتفق مع ذلك بالضرورة. المرشد أو القائد الأعلى قال أنه إذا عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بالاتفاقية فإن إيران ستعود إلى الالتزام بها أيضا. لقد وضع الإطار العام لذلك، لقد أعطى لكل شخص يتم انتخابه أن يتفاوض على هذا الأساس، على أساس ما أقر به للطرفين. ونحن هنا لا نظن بأن الأمور في إيران سوف تتغير جذريا. أعتقد أن موقف إيران واضح جدا ولا أعتقد أنه سوف يتغير، ولكن القضية أن هنالك بعض العقوبات التي تقع في المنطقة الرمادية تحتاج إلى مناقشات ومباحثات أكثر. فقد صنفتها إدارة ترامب على أنها مثلا تتعلق بالمجموعات الإرهابية، وإيران سوف تطالب برفع هذه العقوبات لأن النظام المصرفي العالمي يعمل بترابط عالمي. وأيضا هنالك بعض العقوبات المفروضة على المسؤولين الإيرانيين التي فرضت في 2019، وأعتقد أن المفاوضين الإيرانيين يريدون رفعها أيضا، على الرغم من أن الاتفاقية الأصلية وتفسيرها قد لا يتطلب رفع هذه العقوبات، لأن العقوبات على الأفراد وليست عقوبات على الاقتصاد الإيراني تقع في المنطقة الرمادية وربما يناقشونها الآن. شكرا جزيلا للضيفين، من واشنطن الدكتور كينيث كازمان الباحث في الشؤون الإيرانية، ومن طهران الأستاذ دكتور فؤاد أيزدي، شكرا جزيلا لك. نتحول مجددا إلى محمد غملوش لرصد التفاعلات على هذا الملف، الملف الإيراني، على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا وائل، مجددا أهلا بكم مشاهدينا. يترقب العالم جولة جديدة من مباحثات فيينا الساعية إلى إعادة أحياء الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات عنها، وسط جملة من المواقف المتباينة بشأن مدى جدية طهران في التوصل للاتفاق. رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشار إلى عدم تصريح إيران عن 4 مواقع تخصيب وأن برنامجها قد وصل إلى مستوى عال وبات قاب قوسين أو أدنى من مرحلة حيازة سلاح نووي. الاتفاق النووي المحتمل والمواقف المختلفة حوله انعكس على منصات التواصل الاجتماعي. هنا كتب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على حسابه في تويتر، يقول: المحادثات حول التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي في اجتماع مجلس الحكام أظهرت أن الظروف الراهنة تبعث على القلق بشأن الاتفاق بعد أن مارست الولايات المتحدة سياسة الضغوط القصوى. حتى المنتقدون التقليديون للاتفاق النووي باتوا يدركون الآن قيمة هذا الاتفاق. صحفية قال محمد صادق تحدث عن المصادر الأمريكية، وقال أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن حاول خلال إفادته أمام الكونغرس أمس إقناع الأعضاء ضرورة رفع العقوبات عن إيران لإحياء الاتفاق النووي، بيد أن الإدارة يبدو أن الإدارة أصبحت مقتنعة بهذا الإجراء في عهد الرئيس روحاني خوفا من تعقيد المواقف بعد ذلك. أما
الكاتب والباحث أمير أبو الفتوح المتخصص بالشأن الأمريكي، فكتب: السياسة التي كان من المفترض أن تجبر إيران على التفاوض مجددا حول الاتفاق النووي واتفاقات جديدة صاروخية وإقليمية أدت كما يقول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران باتت على عتبة صناعة سلاح نووي. عندما يكون الحديث عن فشل سياسة الضغوط القصوى الأمريكية فهذا تحديدا ما نعنيه حسب ما عبر. وفي ختام هذا الملف، الأكاديمي زواو يانغ يقول: لا يبدو أن إدارة بايدن تسعى للتشاور مع الكونغرس بشأن إيران. الأمر المؤكد هو أن التوصل لاتفاق من دون دعم الحزبين سيكون صفقة غير مستقرة تصب في مصلحة إيران وليس الولايات المتحدة الأمريكية. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة. ستكون لنا وقفة أخرى مع مواضيع حازت اهتمام رواد مواقع التواصل. أما الآن فإلى وائل لاستكمال بقية الأخيرة. الأخيرة متواصلة معكم مشاهدينا وتتابعون فيها بعد الفاصل. بايدن يحط في بريطانيا في أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا تذكير بعناوين هذه الفترة: جدل مستمر بعد تمسك نتنياهو بمسيرة الأعلام في القدس، واقتحام المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن جولة المباحثات المقبلة في فيينا قد لا تكون الأخيرة، والخارجية الأمريكية تحذر من تعقيد المفاوضات بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية. استؤنفت في العاصمة القطرية الدوحة المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في قطر محمد نعيم إن اجتماعا عقد مساء أمس بين أعضاء فريق التفاوض ركز على تسريع المحادثات بين الأفغان والقضايا المتعلقة بالسياسة لتوضيد السلام، وأضاف أن اجتماع اليوم تضمن مناقشة عدد من القضايا مشيرا إلى اتفاق الطرفين على عدد كبير من النقاط. ويأتي اجتماع الدوحة بعد زيارة قام بها المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليلزاد إلى كابول، التقى فيها الرئيس أشرف غني ورئيس لجنة المصالحة عبدالله عبدالله وقادة أحزاب وسياسيين. وقد أفاد مراسل العربي في أفغانستان أن حركة طالبان تبنت إسقاط طائرة مروحية في ولاية وردك قرب كابول، وهو ما أسفر عن مقتل 3 من رجال الأمن. واتهمت الحكومة الأفغانية الحركة كذلك باستهداف منظمة غير حكومية تعنى بنزع الألغام، إذ أسفر هذا عن مقتل أكثر من 10 أشخاص، وهو ما نفته الحركة. تتصاعد حدة العنف في أفغانستان وتتزايد العمليات العسكرية، حيث أعلنت السلطات في كابول مقتل 10 أفغان يعملون في وكالة هالوتراست غير الحكومية لإزالة الألغام إثر هجوم على معسكرهم في مقاطعة بغلان التي اشتد فيها القتال خلال الأسابيع الأخيرة. الشرطة الأفغانية اتهمت حركة طالبان بالوقوف خلف الهجوم. الأخيرة نفت على لسان الناطق الرسمي باسمها ذبيح الله مجاهد قيام عناصرها بالهجوم، حيث أدان في تغريدة له على تويتر ما سماه بالاعتداءات على العزل، مؤكدا وجود علاقات طبيعية مع المنظمات غير الحكومية. كما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مصرع 3 جنود إثر تحطم مروحية تابعة للجيش في ولاية وردك قرب العاصمة كابول، وتبنت حركة طالبان العملية. وكانت طالبان قد أعلنت سيطرتها على مناطق عديدة، حيث أعلنت استيلاءها على 5 مواقع دفاعية بمديرية أرغانكا التابعة لمحافظة بدخشان، كانت تحوي أسلحة وذخيرة. قتل فيها 3 جنود وأسر آخرون. يتزامن تقدم طالبان مع انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها في الناتو من البلاد، وهي عملية من المتوقع أن تنتهي بحلول سبتمبر المقبل. تتناقش إدارة بايدن حول ما إذا كان يتعين تقديم دعم جوي للقوات الأفغانية قصد منع سقوط مقاطعات في أيدي طالبان.
على الصعيد السياسي، أنهى المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليلزاد زيارته إلى كابول بعدما التقى بالرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله وقادة أحزاب وسياسيين. خليلزاد شدد في لقاء صحفي مع وسائل إعلام محلية رفض واشنطن الاستيلاء على السلطة في أفغانستان بالقوة، مؤكدا أن الأطراف المتنازعة مدركة بأن اتفاق الدوحة هو الأساس لحل الصراع. بعد 20 سنة تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان لتبقى معادلة السلام مطروحة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية لإنهاء عنف دام 4 عقود. ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة دكتور محمد نعيم المتحدث باسم حركة طالبان. دكتور نعيم، أطلعنا لو سمحت على سير المفاوضات التي استؤنفت بينكم وبين الحكومة الأفغانية في الدوحة أمس، كيف تجري وما أبرز نقاط الاتفاق حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليكم وإلى جميع المشاهدين الكرام. أولا أن المحادثات جارية منذ زمان لم تتوقف، يعني لم تتوقف إلا أن في أيام العيد هناك كانت وقفة، بعد ذلك نحن أعلننا استعدادنا للمحادثات ووفدنا موجود في الدوحة منذ الأسبوع الأول من العيد، فكان هناك عندنا لنا لقاءات مع الوفد الطرف المقابل، كانت بيننا اجتماعات مصغرة لوقت إلى آخر حسب الضرورة وحسب الحاجة. فأمس اجتمعت هناك رئيساء الوفدي والتقى، وكان هناك أيضا في الاجتماع بعض أعضاء من كلا الفريقين. فبشكل مختصر أستطيع أن أقول بأن تم في هذا الاجتماع آليات تسريع عملية السلام، وكيف يمكن أن نحفز هذه العملية، وكيف يمكن أن نمضي قدما في هذه العملية. هذا كان نقاط بشكل مختصر. وهل هذه المفاوضات في الدوحة ستستمر؟ طبعا، نحن قلنا أعلننا هذا في اليوم الثاني من العيد بأننا نريد أن تستمر هذه المحادثات، ليس من قبلنا هناك مشكلة، أما إذا كانت هناك المشاكل من قبل الجوانب والأطراف الأخرى فهذا أمر يتعلق بالجوانب الأخرى ولا يكون من عندنا. نحن مستعدون منذ البداية، نريد حل المشاكل من خلال المفاوضات. نعم. أما أنتم تعرفون أن هناك بعض النقاط الأطراف الأخرى الطرف المقابل لم يلتزم بهذه النقاط بالتعهدات التي تعهدت بها في الاتفاقية، من ذلك إطلاق سراح سجين متبقين وكذلك شطب أسماء قائد الإمارات الإسلامية. فطبعا هناك مشاكل موجودة، فنحن نريد أن تحل المشاكل. نحن من قبل أن ليس هناك أي مشكلة، أما إذا وأنتم تعرفون بأن عملية السلام هذه لا يمكن أن تمضي قدما من طرف واحد. وهل يمكن أن تمضي هذه العملية دكتور نعيم؟ هل يمكن أن تمضي العملية مع استمرار عمليات العنف؟ اليوم أنتم تبنيتم إسقاط طائرة مروحية أدى ذلك إلى مقتل 3 من رجال الأمن، والحكومة اتهمتكم باستهداف منظمة تعنى بزرع الألغام مما أدى إلى مقتل أكثر من 10 أشخاص. الحكومة أيضا تقول أنكم غير معنيين بالسلام. إدارة كابل ما الذي لا تقوله منذ البداية، يعني منذ أكثر من 15 سنة، أي اتهامات هي لا تلصقها بالإمارة الإسلامية، هناك لا ليس لديها إلا هذه الوسيلة وهذه الاتهامات. أنا أشرت إلى نقطتين، أنا أريد أن أفصل حول هذه هاتين النقطتين. النقطة الأولى، هذه الحرب نحن لم نبدأها، الحرب فرضت علينا وعلى شعبنا، وهذا واضح للجميع أن القوات الأجنبية جاءت إلى بلادنا واحتلت بلادنا وصنعت إدارة كابل، ثم وقفت هذه الإدارة مع القوات الأجنبية حتى اليوم. وأنتم تعرفون عندما بدأت القوات الأجنبية بالانسحاب فانهارت أو تنهار هذه الإدارة أيضا معها، لأنها كانت متعلقة وأنها صنيعة من صنيع الاحتلال.
فهذا أمر واحد. وأمر الثاني، أنتم قلتم بأن هناك إسقاط المروحيات وأن هناك قتل جنود. إذا كانت المروحيات تقصف المدنيين وتقصف القرى وتقصف مواقع المجاهدين وتقتل الأبرياء، فماذا كان، ما الذي يكون متوقعا؟ هل هناك يكون هناك نفرج له الطرق بالورود؟ هذا غير صحيح أصلا. شكرا جزيلا. أنتم تعرفون بأن قبل أسبوع، نعم دقيقة عفوا، تفضل أسبوع وزير الداخلية إدارة كابل، وزير الدفاع داخلية إدارة كابل أعلن بأننا في هذه السنة رفعنا مستوى التوتر ومستوى التصعيد 50%. هذا تصريح اعتراف من قبل وزير داخلية إدارة كابل، وقال بأن المجاهدين الإمارة الإسلامية هم رفعوا مستوى التصعيد 7%. هذا موجود في الفيديوهات وموجود في المواقع وفي الأخبار، هذا يعني اعتراف وتصريح واضح جدا من قبلهم. فإذا كان هناك هم يقصفون القرى ويقصفون المجاهدين ويقصفون يقتلون الأبرياء والمدنيين، فلا بد أن تكون هناك أيضا ردة فعل. هذا. وأما بالنسبة لقتل 10 أشخاص أو أكثر من ذلك في مديرية بغلان المركزية في ولاية بغلان، فهذا أيضا من صنيع أشخاص يتعلقون بإدارة كابل. طيب شكرا جزيلا. رددنا على هذا التصريحات التي والاتهامات التي اتهمت إدارة كابل الإمارة الإسلامية بها. وهناك أيضا فيديو مصور لمسؤول هذه المؤسسة موجود، هو يقول في هذا الفيديو بشكل صريح بأن الأشخاص الذين جاءوا وقتلوا أصدقائنا كانوا ملثمين. طيب شكرا لك. وكانوا يقولون بأننا من أفراد الدولة الإسلامية وأننا نريد الشيعة، أين هم الشيعة؟ دلونا على الشيعة نحن نقتلهم. هذه التصريحات موجودة كلها، لكن مع ذلك للأسف إدارة كابل نعم اتهمتكم، نعم الحكومة مع ذلك الحكومة الأفغانية اتهمتكم. انتهى الوقت، شكرا لك دكتور محمد نعيم المتحدث باسم طالبان في الدوحة. أعلن الجيش العراقي سقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية التي تستضيف متعاقدين أمريكيين، وأكد الجيش أن القصف لم يسفر عن إصابات. وتستهدف الجماعات المسلحة في العراق عادة القواعد العسكرية التي توجد فيها قوات أمريكية مطالبة بخروجها من البلاد. وتعرضت قاعدة فيكتوريا لمطار بغداد لهجوم صاروخي بعد أقل من ساعة من قصف قاعدة بلد شمال بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا. ويضم الجزء العسكري من مطار بغداد الدولي قوات دولية بينها قوات أمريكية، كما توجد فيه قوات عراقية. أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق بيانا بعد إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، أعلن فيه براءة مصلح من التهم الموجهة إليه بخصوص مقتل الناشط إيهاب الوزني. وجاء في البيان أنه أثناء مثول قاسم مصلح أمام القضاء ورد التحقيق معه وتدوين أقواله، أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني، وأنكر ارتكابه الجريمة أو اشتراكه فيها. ونظرا لأن عائلة الوزني أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل على الاتهام الموجه إلى مصلح، فقد تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه بعد توقيفه 12 يوما بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى. من بغداد معنا مراسلنا ضياء الناصري. ضياء، إذن هجومان على بلد وفيكتوريا، هل من مزيد من التفاصيل؟ عادة لا يكشف عن يعني الضحايا أو الخسائر البشرية إن وقعت، إلا إذا كان الأمر يعني أعداد كبيرة لا يمكن إخفاءها. تعودنا أن نسمع صفارات الإنذار، تعودنا أن نسمع أو نقرأ بيانات خلية الإعلام الأمني وأيضا المواقع المقربة من الفصائل المعترضة على الوجود الأمريكي في العراق، وفي المقابل أحيانا تصدر بيانات تؤكد سقوط هذه القذائف. ما حصل وتم تأكيده من قبل خلية الإعلام الأمني هو 3 قذائف استهدفت قاعدة بلد، ولكنها لم تتحدث عن الخسائر. بعدها بساعة كما ذكرتم في الخبر، قاعدة فيكتوريا التي شهدت قبل حوالي 3 أيام أيضا استهدافا مماثلا، وأعلن حينها بأنه تم استهداف السفارة البديلة للسفارة الأمريكية أو الموقع البديل للسفارة الأمريكية والدعم الدبلوماسي في السفارة الأمريكية، والذي كان
يعلن للمرة الأولى. بكل الأحوال اليوم أيضا لم تهدأ صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، ويعني سمع صوت صفارة الإنذار عدة مرات. بكل الأحوال يبدو أن موضوع انتهاء الهدنة وعودة مسلسل استهداف القوات الأمريكية المتواجدة في العراق من وجهة نظر الفصائل المعترضة على وجود هذه القوات يأخذ يوما بعد آخر بالتزايد شيئا فشيئا، خصوصا مع يعني قرب إجراء الانتخابات العراقية في تشرين من نهاية العام الحالي. ضياء الناصر في بغداد، شكرا جزيلا. استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في الرياض. وزير الخارجية العماني وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض في زيارة عمل لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة ملف اليمن، وكذا تعزيز العلاقات بين البلدين. رحب المجلس السياسي الأعلى للحوثيين بما وصفها الجهود الصادقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ دون قيود، وأشاد بجهود وفد الوساطة العمانية. كلام الحوثي يأتي وسط انقسام في الشارع اليمني بين متفائل بدور عمان لحل الصراع ومتخوف من بروز خلافات جديدة. في تفاصيل المحادثات، ما تشهده أروقة السياسة قد يأتي بجديد هذه المرة. هذا ما يأمله اليمنيون من الوساطة العمانية ومن الحراك الذي تشهده عواصم عدة لحل الصراع في بلدهم. طبعا متفائل بالدور العماني في اليمن لحل الصراع السياسي، لأن دولة عمان طبعا هي دولة شقيقة ويعني علاقتها جيدة مع جميع الدول وخاصة مع جميع الأطراف في اليمن. آخرون يبدون تفاؤلا حذرا ويخشون من خلافات التفاصيل ومفاجآت اللحظات الأخيرة. احنا متفائلين بالوساطة العمانية وبالدور العماني وخايفين لا يختلفوا في التفاصيل. بموازاة آمال الشارع تبدو قراءة مراقبين على قدر كبير من التفاؤل بجدوى الوساطة العمانية، تفاؤل مستند إلى ما يرونه ضغوطا دولية وقناعات بحتمية الوصول لحلول للصراع في اليمن. الآن التوافق يعني الضغط لحل في اليمن ضغط دولي كبير جدا، وكل الأطراف تضغط للوصول إلى هذا الحل، لكن المشكلة أن الصراع الأهلي في اليمن يرتبط بالصراع الإقليمي. إشارة إلى أن الوساطة العمانية تشكل حلقة في سلسلة طويلة من المحادثات والمشاورات التي حاولت وتحاول إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف المتصارعة في اليمن. بالنظر إلى تعدد جولات التفاوض وكثرة مبادرات السلام التي طرحتها أطراف محلية وإقليمية ودولية لحل الصراع في اليمن، لم يعد اليمنيون يكترثون لما يدور سياسيا هنا أو هناك، وتنصب آمالهم على نهاية قريبة للصراع لاستعادة حياتهم. خليل القاهري، العربي، صنعاء. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن إدارة الرئيس جو بايدن اتخذت خطوات حقيقية وفعالة من أجل وقف ما سماه دعم العمليات الهجومية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وأضاف بلينكين خلال حديث أمام الكونغرس أن أي صفقة سلاح مستقبلية بشأن اليمن ستتم عبر طرق رسمية في واشنطن، وهي إشارة مباشرة إلى موافقة الكونغرس. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة المتحدة في أول رحلة خارجية له بصفته رئيسا تستغرق 8 أيام، وهبطت الطائرة الرئاسية في قاعدة ميلدن هول الجوية في مقاطعة سوفولك شرق إنجلترا. ويستهل بايدن الزيارة بلقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس، قبل أن ينطلق الزعيمان لحضور قمة مجموعة الدول السبع التي من المقرر أن يلتقي فيها شركائه الأوروبيين، ومن ثم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف. عديدة هي القضايا التي سينظر فيها بايدن مع نظرائه الأوروبيين خلال أول جولة خارجية يقوم بها منذ وصوله البيت الأبيض.
بايدن الذي يسعى للتأكيد على اهتمام بلاده باستعادة تحالفاتها وتنشيط علاقاتها عبر الأطلسي، سبق وأن بعث برسالة إيجابية إلى نظرائه هناك باختيار إدارة تؤمن وبقوة بالشراكة الأوروبية، وهي رسالة رحب بها الأوروبيون. على بايدن أن يظهر لقادة العالم بأن لدى الولايات المتحدة اتفاقا داخليا أكبر على عدد من القضايا المطروحة، منها مواجهة كوفيد والتعافي الاقتصادي ومواجهة الصين. فالاختلاف السياسي الأمريكي الداخلي لم يعد محصورا في حدودنا كما كان في السابق. تاريخيا قليلة هي الوجهات الرئاسية الأولى التي أثارت جدلا داخليا هنا، ولقاء بايدن بالرئيس الروسي بوتين قد يدرج في هذا الإطار. فاللقاء يأتي بعد أن وصفه بالقاتل وفي ظل تزايد الهجمات السبرانية الروسية. سأؤكد مرة أخرى أننا لا نعتبر الاجتماع مع الرئيس الروسي مكافأة له، بل جزءا حيويا من الدفاع عن المصالح والقيم الأمريكية. بايدن لا يجتمع مع بوتين بالرغم من الخلافات بيننا، بل بسبب هذه الخلافات، وهناك الكثير مما يتعين علينا العمل من أجله. في الداخل تبدو اهتمامات بايدن الخارجية التي تتمحور حول تنشيط التحالفات ودعم الديمقراطية في آخر سلم أولويات الأمريكيين وفق استطلاعات الرأي. ستكون هذه الرحلة اختباراً لبايدن على المسرح العالمي، حيث يسعى إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالتحالفات الأمريكية التاريخية خلال عهد ترامب. ومع وصول التوتر إلى مستوى تاريخي في العلاقات مع روسيا، سيكون اللقاء مع بوتين هو الأكثر إثارة للانتباه. زيد بن يامين، العربي، واشنطن. مشاهدينا، على أي حال نناقش إذن هذا الموضوع؟ زيارة جو بايدن هي الأولى من نوعها منذ أن تولى الرئاسة قبل 5 أشهر رئيسا للولايات المتحدة. بحسب ما يقول أو تقول أوساط البيت الأبيض، فإن الرئيس بايدن يريد إعادة طمأنة الحلفاء الأوروبيين، خصوصا إلى مواقف الولايات المتحدة، هذا بعد السياسات غير الواضحة أو المقلقة التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب إزاء الحلفاء الأوروبيين تحديدا. جيك سوليفان مستشار الأمن القومي رافق الرئيس بايدن في رحلة على متن طائرة إير فورس ون، وقال إن الرئيس بايدن يريد أن يظهر أن الديمقراطيات هي التي يمكنها إيجاد أفضل الحلول للشعوب في كل مكان بحسب تعبيره. وأضاف كذلك أنه ستكون الولايات المتحدة سندا للديمقراطيات في أوروبا كما كانت سندا لها خلال الحرب العالمية الثانية. هذه صور جو بايدن وعقيلته جيل يترجلان من متن الطائرة الرئاسية الأولى إير فورس ون في قاعدة عسكرية فيها حضور أمريكي في مقاطعة سافولك شرقي إنجلترا. معنا من لندن البروفيسور كريس إيمافيدن، الأكاديمي والباحث السياسي. البروفيسور كريس، ما الذي يريد الغرب، أعضاء مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى، سماعه من الولايات المتحدة على لسان رئيسها الجديد جو بايدن؟ يريدون من السيد بايدن أن يقول لهم بأنه مختلف عن دونالد ترامب. يريدون من السيد بايدن أن يوافق على مسألة التغير المناخي، ويريدون من السيد بايدن أن يوافق على المسائل المتعلقة بجائحة كورونا، لأن الأمريكيين كانوا يشترون اللقاحات كأنهم الوحيدين الذين يعانون من جائحة كورونا. يريدون أن يكون هنالك اتفاق دولي حيال ما يجب القيام به للسيطرة على جائحة كورونا، ويريدون أيضا أن تتعافى الاقتصادات وفقا لهذه الحلول، لأنهم لا يريدون أن يعانوا اقتصاديا بسبب جائحة كورونا، والنظام الصحي يجب أن يكون قويا كي يتجنب الجميع جائحة أخرى، حيث يتم الاستجابة لأي تحذير وإنذار من أي مكان من أي قارة، لأنه إذا عمل الجميع فريقا واحدا فإنهم سوف يتمكنون من حل كافة المسائل، بدلا من أن تكون أمريكا أولا. طيب، بعدها سوف يكون عندنا عالم غير منقسم،
من أجل مواجهة عدو موحد. إذا كان لديك عدو موحد يجب أن يكون لديك استراتيجية متفق عليها. من هو العدو الموحد بروفيسور إيمافيدن؟ من هو العدو الموحد لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اليوم؟ العدو الأول الآن هو جائحة كورونا. إذا تمكننا من التعامل مع كورونا فإنه سوف يكون، إذا لم يتم التعامل معه الآن فسوف يكون هنالك موجة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة دون توقف. طيب إدارة بايدن قالت سيد إيمافيدن إنها ستشتري مئات من جرعات لقاح فايزر وتوزعها على دول العالم الفقيرة في النصف الأول من العام المقبل. ماذا عن روسيا سيد إيمافيدن؟ الرئيس بايدن سيلتقي نظيره الروسي في جنيف بعد انتهاء قمة مجموعة الدول السبع. هل من رسالة موحدة يجب أن يقولها بايدن لبوتين؟ الديمقراطية تجدي نفعا وديمقراطية أفضل من التخريب، وإذا كان هنالك حريات فردية فإن روسيا سوف يتم قبولها مرة أخرى إلى مجموعة الثمانية، ولكن إذا استمرت روسيا بالهجوم على القيم الديمقراطية العالمية فإنه سوف يكون هنالك عدم استقرار، وهذا الأمر سوف يسبب مشاكل أكثر في الاتحاد الأوروبي وفي العالم برمته، ولذلك يجب أن يكون هنالك التزام حقيقي من أجل الالتزام بالديمقراطية. شكرا جزيلا بروفيسور كريس إيمافيدن الأكاديمي والباحث السياسي في لندن. قالت الصين إن مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأمريكي والذي وصف بأنه يهدف للتصدي لبكين اقتصاديا، قالت على لسان المتحدث باسم خارجيتها إنه يشوه الحقائق ويضخم نظرية التهديد الصيني. إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي يشوه الحقائق ويشوه مسار التنمية والسياسات الداخلية والخارجية للصين ويضخم نظرية التهديد الصيني ويتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للبلد بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ، وهي مليئة بأفكار الحرب الباردة بالمحصلة الصفرية. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر بأغلبية كبيرة خطة للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا عدت نصا تاريخيا للتصدي اقتصاديا للصين ولنموذجها الاستبدادي وفق تعبير النص. الخطة الأمريكية التي أقرها الكونغرس يتوافق عليها الديمقراطيون والجمهوريون، وهي جولة جديدة من حرب اقتصادية تخوضها الولايات المتحدة مع الصين منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. سعت إدارة ترامب للضغط على التنين الصيني بهدف إحداث تغييرات شاملة في سياساته بشأن حماية الملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق. فرضت واشنطن حينها رسوما جمركية مشددة على بضائع مستوردة من الصين بقيمة مئات مليارات الدولارات. حظر ترامب أيضا على شبكات الاتصالات الأمريكية التزود من شركات أجنبية مصنفة على أنها تشكل خطرا، مستهدفا بصورة خاصة عملاق الاتصالات الصيني هواوي. بكين بدورها والتي تنفي دوما الاتهامات الأمريكية بالممارسة التجارية غير العادلة ردت أيضا بفرض رسوم على سلع أمريكية منتقة، بما يشمل رسوما نسبتها 5% على النفط الخام الأمريكي. وبينما اختلفت سياسات بايدن الخارجية في الكثير من الملفات عن سياسات سلفه، فإنه في هذا يمضي على الطريق ذاته فيما يتعلق بالمواجهة مع الصين، حيث رحب الرئيس الديمقراطي بتبني النص في مجلس الشيوخ مؤكدا أن بلاده تخوض منافسة لكسب القرن 21. بايدن كان قد وسع في وقت سابق قائمة الكيانات الصينية التي يحظر على الأمريكيين الاستثمار فيها. تعليق بكين على الخطة الأمريكية جاء عبر لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصيني والتي قالت إن هذا القانون يكشف ما أسمته بجنون العظمة لدى الولايات المتحدة. هذا فيما تواصل الصين العمل على تحقيق هدفها بالسيطرة على قطاع تكنولوجيا المستقبل بواسطة الخطة التي أطلقتها قبل 6 سنوات. هذه الخطة بعنوان صنع في الصين 2025.
والأخيرة متواصلة معكم مشاهدينا وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة. أهلا بكم من جديد، وهذا تذكير بأبرز أخبار الأخيرة. حيث اقتحم نحو 140 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد الأقصى بحسب ما أكدت الأوقاف الفلسطينية. الاقتحام حدث في وقت يصر فيه متشددون إسرائيليون على تنظيم اقتحام كبير للأقصى على الرغم من عدم موافقة السلطات السياسية والأمنية على هذه الخطوة. أعلن رئيس فريق التفاوض الإيراني عباس عرقش استئناف محادثات فيينا الأسبوع المقبل، وأعرب عن أمله في إحراز تقدم بمختلف القضايا المتبقية، وقال إنه من السابق لأوانه تحديد ما إن كانت الجولة التالية من محادثات فيينا ستكون الأخيرة أم لا. عرقجي أكد أن الخلافات تتركز على القضايا الرئيسة المتعلقة بكيفية عودة الأطراف إلى الاتفاق النووي. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة المتحدة في أول رحلة خارجية له بصفته رئيسا تستغرق 8 أيام، وهبطت الطائرة الرئاسية في قاعدة ميلدن هول الجوية في سافولك شرقي إنجلترا. ويستهل بايدن الرحلة يوم الخميس بلقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل أن ينطلق الزعيمان لحضور قمة مجموعة الدول السبع التي من المقرر أن يلتقي فيها شركائه الأوروبيين، ثم يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في وقت لاحق من هذا الشهر. استؤنفت في الدوحة المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في قطر محمد نعيم إن اجتماعا عقد مساء أمس بين أعضاء فريق التفاوض ركز على تسريع المحادثات بين الأفغان والقضايا المتعلقة بالسياسة لتوطيد عملية السلام. وأضاف أن اجتماع اليوم تضمن مناقشة عدد من القضايا، وأشار إلى اتفاق الطرفين على عدد كبير من النقاط. ويأتي اجتماع الدوحة بعد زيارة قام بها المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليلزاد لكابول، والتقى فيها الرئيس أشرف غني ورئيس لجنة المصالحة عبدالله عبدالله وقادة أحزاب وسياسيين. أعلن الجيش العراقي سقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية التي تستضيف متعاقدين أمريكيين، وأكد الجيش أن القصف لم يسفر عن إصابات. وتستهدف الجماعات المسلحة في العراق عادة القواعد العسكرية التي توجد فيها قوات أمريكية مطالبة بخروج هذه القوات. الآن نتحول إلى فقرة بتوقيت مصر مع تامر أبو عرب. مرحبا تامر. مساء الخير وائل. شددت مصر والسودان على ضرورة دفع إثيوبيا لتوقيع اتفاق شامل وعادل وملزم بشأن الملء الثاني لسد النهضة. واتفقت الخرطوم والقاهرة على التحرك الدولي بصورة جدية لمواجهة ما وصفته الدولتان بالتعنت الإثيوبي. وقال وزير خارجية البلدين في بيان مشترك عقب مباحثات في الخرطوم شارك فيها كذلك وزير الري في البلدين إن المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وصلت إلى طريق مسدود. حراك دبلوماسي نشط بين الخرطوم والقاهرة مضيا في تنسيق جهود البلدين على الصعد الإقليمية والقارية والدولية. زيارة وزيري الخارجية والري المصريين بحثت مع الجانب السوداني سبل دفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية وبحسن نية وإرادة سياسية حقيقية. وقد أعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانونا ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر. ومع إصرار أديس أبابا على المضي في المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، يرى مراقبون أن الوقت يمضي في صالح إثيوبيا، وأن الخطوات السودانية المصرية يتوجب عليها أن تبحث عن تخفيف الآثار الجانبية لتأثر واردات النيل الأزرق بعد حجز مياهه. إثيوبيا لن ترضخ لهذا الأمر، ستقوم بملء السد، شاء جانبان أم أبيا، شاءت أو المجتمع الدولي أم أبا. الآن على السودان ومصر أن يفكرا في كيفية تلافي خطورة ملء السد وحجز المياه عن النيل الأزرق.
ومع اقتراب موعد الملء الثاني يتخوف السودان من سيناريوهات تأثر منشآته المائية والكهربائية، ولكن القلق لا يزال قائما طالما لم تكن هناك بيانات واضحة تفيد بكميات المياه المتدفقة وراء السد. الزيارة كشفت عن تصاعد وتيرة جهود الخرطوم والقاهرة دبلوماسيا لمواجهة تحديات الخطوة الإثيوبية، غير أن هذه الجهود تبقى رهينة بدور المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. شيبة الحمد عبد الرحمن، التلفزيون العربي، الخرطوم. نرحب عبر الهاتف من القاهرة بالسفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا. سيادة السفيرة برحب بك، أسألك عن دلالات هذا الإعلان المشترك وما إذا كان يعني أن التفاهمات السلمية والمباحثات السلمية مع إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود، فما هو القادم؟ أنا أعتقد أنه العكس، هو البيان المشترك والزيارة المفاجئة التي تمت بتدل على أنه في رغبة قوية في التنسيق وفي الظهور بموقف موحد، لأنه من المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات، وأن الجانبين بيؤكدوا على أن هم موقفهم واحد ولن يعني يقوم أي طرف بالخروج عن الاتفاق الملزم الذي توصل إليه بينهما. فأنا أعتقد أن هذه الزيارة كانت بغرض التنسيق التام في الموقف عندما تجرى المفاوضات الجديدة، بالإضافة لأنهم بيتفقوا على التحرك الدولي والتحرك الإقليمي الذي بدأ بالفعل من الجانبين، وإحنا شهدنا خلال الفترة القليلة الماضية تحركات مكثفة على أعلى مستوى بدءا من رؤساء الدول الدولتين ومرورا بالوزراء وحتى المسؤولين في الخارجيتين وسفراء الدولتين كانوا يقومون بنفس التحركات. فهناك بالفعل تحرك، والآن الاتفاق على ما بعد هذا التحرك الدولي. طب يعني ما فهم من هذا البيان أن مصر والسودان لن تواصل العمل بنفس الطريقة السابقة؟ هما تحدثا عن الجهود الدولية والأطراف الدولية اللي يجب أن تكون شريكة ويجب أن تكون يعني مراقبة موجودة في المباحثات مع إثيوبيا، معنى ذلك أن الجولة المقبلة من المفاوضات لن تخوضها مصر والسودان إلا بوجود أو بتمثيل دولي وإقليمي مناسب لكلا الدولتين. ده فهم من سياق الحديث، هل ده فهم صحيح أم لا؟ يعني هو ده الموقف المصري والسوداني من البداية، احنا بنطالب من البداية ان هو يكون في تواجد دولي علشان يكون شاهد على المواقف المتعنتة التي تتخذها إثيوبيا والمواقف المرنة التي تتخذها الدولتين. فهو هذا الموقف ليس بجديد، ولكن كانت إثيوبيا ترفض كل مرة أن يكون هناك التواجد الدولي. الآن أنا أعتقد أن الجولة الجديدة ستكون برعاية رئاسة الاتحاد الأفريقي الجديدة وهي دولة الكونغو الديمقراطية، وسيكون هناك مراقبين من بعض القوى الكبرى بالاتفاق مع الجانب الإثيوبي. لكن ماذا لو استمرت إثيوبيا في الرفض؟ ما هو ده نقطة الخلاف طوال المفاوضات، هل تغير إثيوبيا من موقفها وتقبل بهذا الوجود؟ وماذا لو لم تقبل؟ هو ماذا لو لم تقبل؟ احنا بنحاول ان هو يكون دايما التوجه سلمي نحو حل هذه القضية، ولكن انا اللي عاوز أكده انه برضو كان في رسالة يعني من خلال التدريبات العسكرية المشتركة التي تمت خلال الفترة الماضية بين مصر والسودان، وكان اسم التدريبات حماة النيل. أنا أعتقد أن هذه رسالة أيضا موحية موجهة لإثيوبيا، وأن الحكومة الإثيوبية ستكون من الحصافة بحيث أنها تستوعب أنه لا يوجد غير الحل السلمي وطريق المفاوضات، وقد تتخلى عن جزء من التعنت الخاص بالرفض التام لعملية الاتفاق. يعني أنا رجائي أو يعني أملي في أن هو فعلا يحصل زحزحة للموقف بعد ما حصل هذا التحرك الدولي، وبعد الموقف السوداني والمصري المشترك، وبعد الاتفاق معظم دول حوض النيل مع دولتي مصر والسودان على أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم،
منعا لحدوث أي توتر أو قلق في المنطقة. طيب سيادة سفيرة، يعني البعض بيعتقد وبيرى أنه الموقف الدولي مش على قدر المستوى، دي أزمة كبيرة بتهدد القرن الإفريقي في منطقة حساسة جدا، ورغم كده يعني الناس مستشعرة أنه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بتعامل إنجاز التعبير ببرود بعض الشيء أو بعدم مسؤولية إزاء هذه الأزمة الكبيرة، وده اللي مدي الفرصة لإثيوبيا أنها تواصل المراوغة بهذا الشكل. رأي حضرتك؟ هو أنا متفقة تماما في هذا الرأي، متفقة على أنه الموقف الدولي كان بيتسم بقدر كبير جدا من البرود والسلبية خلال الفترة الماضية، ويعني إذا ذلك كان هذا التحرك المصري السوداني المحموم لشرح المواقف كما هي، ويعني رفع العلامة الحمراء بأن هناك تهديد للأمن والسلم الدوليين وليس فقط الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي. وأعتقد أن هو بات هناك قدر من التفاهم لحقيقة الأوضاع. للأسف إحنا اعتدنا على أنه المجتمع الدولي لا يتحرك إلا عندما يكون هناك يعني مصيبة حقيقية تحدث، وعندنا الأمثلة كثيرة جدا من حولنا في كل الأزمات، يعني حتى موضوع فلسطين، موضوع اليمن، موضوع ليبيا، كل سوريا، كل هذه الموضوعات كانت واضح فيها أنه المجتمع الدولي ما بيتحركش غير ساعة ما تحصل المصيبة. وأنا أرجو أنه المرة دي يكون في مزيد من الوعي، لأنه يعني العالم لا ينقصه بعد جائحة كورونا مزيد من المصائب يعني. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا السفيرة منى عمر، مساعدات وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السابقة. قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية في اتصال بالتلفزيون العربي إن الجانب المصري قرر تأجيل اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي كان من المقرر عقدها في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل. وأضاف البرغوثي أنه لم يحدد لغاية الآن موعد جديد للاجتماعات. وقال مصدر خاص للتلفزيون العربي إن سبب تأجيل موعد الاجتماع هو شعور مصر بأن الوقت غير كاف لإنضاج التوافق، وبأن المصريين لا يريدون عقد اجتماع دون الخروج بنتائج ملموسة وعملية. وأضاف المصدر أن عدم التوافق بين حركتي فتح وحماس على جدول أعمال الاجتماعات خلال لقائهما التمهيدي أدى أيضا إلى تأجيل المباحثة. أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إضافة اختصاصات جديدة إلى المحكمة، بحيث يحق لها الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية. وقال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الجمعية العمومية للمحكمة وافقت بالإجماع على مشروع القانون، مشيرا إلى أن كافة التعديلات تتفق مع صحيح الدستور، وأضاف أن المحكمة أرسلت ردها ورأيها بالتفصيل إلى مجلس النواب لمناقشة القانون الذي يتيح لرئيس الوزراء أن يطلب من المحكمة عدم الاعتداد بقرارات الهيئات الدولية وأحكامها وبالالتزامات المترتبة على تنفيذها، على أن تفصل المحكمة على وجه السرعة في هذا الطلب. نرحب عبر الهاتف بالدكتور مدحت نافع الكاتب والخبير الاقتصادي. برحب بك يا دكتور. يعني هذا الخبر له شقان، يعني الشق الاقتصادي والشق القانوني، بما انه يتحدث عن التحكيم وقرارات التحكيم وان يمكن للمحاكم المصريه ان توقف قرارات التحكيم، فده اثار كثير من علامات الاستفهام بشان الاثار الاقتصاديه لهذا القانون في حال تمريره بالطبع. يعني البعض يرى انه يحافظ على المصالح المصريه ويحفظ الموارد الخاصة بالدولة المصرية، وبعض الآخر بيعتقد أنه قد يسيء لصورة مصر في الخارج فيما يتعلق بفض المنازعات الاقتصادية، وبالتالي تأثير سلبي على الاقتصاد المصري. ما هو رأيك؟ تحياتي ليك استمر للمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني عانة الدولة المصرية بكل قطاعاتها، يعني القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الحكومي، من الكثير من الخسائر نتيجة اللجوء إلى التحكيم بشروط وضعت بشكل غريب جدا. أنا شخصيا يعني كنت شاهدا على بعض هذه الشروط في عقود قديمة، نتيجة يمكن ضعف في إتقان اللغة بالنسبة لمن وقع من الجانب المصري،
نتيجة إهمال اللجوء إلى متخصصين ومكاتب متخصصة في هذا الشأن وفي إبرام العقود من باب التوفير، يتوفر له 1,000 أو 2,000 دولار ويدفعهم في الآخر 1 أو 2 مليون دولار غرامة أو أكثر. ومن هذا الباب الحقيقة دخلت الكثير من الخسائر التي عكست الدولة على إحصائها، وحضرت الكثير من المكاتبات الداخلية والمراسلات الهامة جدا التي وضعت قيود على الأقل القطاع العام، هذا ما شاهدت عليه كشاهد عيان، يعني في أن يبرم المزيد من العقود دون اللجوء إلى جهات مختصة، دون التنسيق مع التعاون الدولي واختلافه. هذا فيما مضى، لكن تظل هناك شبهة يعني إخفاق، تظل هناك شبهة تسرب لبعض التعاقدات في قطاعات مختلفة لا تحكم الدولة السيطرة عليها بشكل مباشر. فمن المنطقي أن توافق هذه الأحكام إن صدرت صحيح الدستور. يخشى المستثمر منين؟ يخشى المستثمر من أن لماذا يصر المستثمر الأجنبي بالذات على اللجوء إلى التحكيم وحينما وشرط التحكيم، وحينما نقول له إذن فليكن مركز التحكيم بالقاهرة، مركز القاهرة للتحكيم، فيصر على دبي أو سنغافور أو أي مركز آخر حيادي إن لم يكن المركز الذي حدده في بادئ الرأي. فهذا لأنه يريد أن يكون له إجزت، يعني إذا أو يكون له مخرج إذا حدث شأن ما، إذا أراد أن يتخارج. ده مرتبط بالمستثمرين اللي معهم جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بشكل أساسي. بالتأكيد أنا بتكلم على المستثمر الأجنبي بشكل خاص، يعني لكن حتى المستثمر المصري أحيانا بيفضل التحكيم. فإذا ما لجأنا إلى التحكيم وظلت هناك يعني أو ظل هناك ريزورت ثاني أو ملجأ أخير هو المحكمة الدستورية التي ليس لأي طرف خارجي سيطرة عليها من أي شكل من الأشكال، هنا قد تنشأ أو ينشأ القلق اللي حضرتك بتقوله. لكن أعتقد إن ما تم يعني إضافته من تعديل بيغلق الباب أمام الفوضى في هذا المجال. لماذا؟ لأنه أعتقد أنه قصر الحق على رئيس الوزراء أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية استشكالا في شيء هو شايف. طيب إذا كان هناك رقابة قبلية وقائية لمجلس الوزراء ممثلا في هيئة الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء في شكل العقود التي تبرم من هذا النوع التي تزيد عن قيمها، إذا كان هناك رقابة قبلية فلا بأس. يبقى إذن هذا الأمر تحوطي ولا ضير فيه، خصوصا أن المحكمة الدستورية مش بتبقى محكمة موضوع، دي هتتكلم إذا كان الكلام ده أو الحكم ده أو الفيردكت ده أو النص ده مخالف للدستور ولا لا. لحسن الحظ الدستور المصري ليس بدعا من الدساتير، هو دستور متوافق مع القانون الدولي والقانون الدولي. طبعا أنا لست متخصصا في هذه الأمور، ولكن أعتقد أنه من الدساتير اللي هي بيسموها international law friendly، فهي صديقة للinternational law، بعكس مثلا ما يطعن فيه في القوانين في الدستور الأسترالي وبعكس بعض الدساتير الأخرى. لكن هناك دول استطاعت أن تلجأ إلى نظام دول أو مزدوج، تضع قوانين محلية وتابعة للدستور ثم تضع نظاما آخر شبه المحاكم المختلطة بتاعتنا زمان كده، ودول أخرى تجعله نظاما واحدا. وأعتقد أن مصر ما عندهاش أي مشكلة في نصوصها الدستورية تتعارض مع الفكر والفلسفة الجاية من القانون ده، خصوصا إن احنا قوانيننا كلها حتى يعني جاية من الأصل الفرنسي دكتور مدحت، زي ما أشرت حضرتك هو الموضوع ليه شق قانوني يعني هنتحدث فيه لاحقا بعد دقائق يعني، لكن في الشق الاقتصادي حضرتك تحدثت عن الرقابة السابقة اللي هو أنه تخضع العقود اللي بتبرم مع مستثمرين أجانب بشكل أساسي، تناقش كل بنودها، تتأكد أنه ما فيهاش أي يعني فخاخ، ده أكيد مش الكلام عليه، أكيد ده شيء جيد. لكن لو أنت عملت ده بشكل جيد وبشكل يعني زي ما حضرتك أشرت، ليه أصلا أكون مضطر بعد كده أنه ما دام أنا مدقق أصلا في العقود، ليه أكون مضطر أن أنا أعمل رقابة كمان لاحقة من خلال محكمة وطنية اللي هي المحكمة الدستورية العليا، خصوصا انه مجرد توقيع اي دولة ده ما هو مفهوم يعني من هذه القوانين، مجرد ان انا وقعت اختياريا على قانون تأسيس محكمة ما او منظمة ما دولية، فبالتالي انا اعترفت مسبقا بهذه الاحكام او الاحكام اللي تصدر عنها. فهل ينفع ان يجي حكم مثلا بتغريم مثلا فلان او بتغريم الحكومة مليار دولار، فتيجي محكمة دستورية تقول لا مش هيتتغرم، فكده خلاص الموضوع انتهى؟
افرض النص مش انا ما بتكلمش على الحكم المحكم انا ما بتكلمش على طبيعه حكم تحكيم مثلا انا بتكلم عن نص العقد او حتى لو تحكيم برضه التحكيم ما هو ليه ادوات كويسه اولا في درجات كثيره جدا للتنسيق وللتوافق قبل الوصول للمرحله لكن وصلنا للمرحله المكلفه جدا للطرفين وصلنا لمرحله التحكيم وتمت اختيار محكم ثم كان في العقد نفسه شيء بينتقص من السيادة الوطنية أو بيتعدى على مثلا مصدر من المصادر اللي أخطأ من وقع من الجانب المصري بالضبط يعني لو حد أخطأ فيكون من الجانب المصري فأحمل بس خليني أقول لك أكيد هيبقى أخطأ ما أكيد هيبقى من الجانب ده نتيجة إن هو بيعرض دستور مصري يعني الراجل اللي جاي من بره ما يعرفش الدستور لكن خليني أقول لك إن فكرة الرقابة القبلية دي أنا بقولها أنا بقترحها لأنها فيما يتعلق بالجهات التابعة للحكومة ده شيء منطقي وسهل وممكن لكن هناك جهات أخرى زي ما قلت لك افرض واحد وقع مع مثلا مستثمر في دولة جارة على عقد معين لمثلا تيسير أفواج سياحية وخلافه لكنه تعدى على مثلا منطقة معينة وهذه المنطقة محصنة بحكم كذا أو تابع أي كان الشكل يعني ثم جاء الحكم بيقول لا همكن الرجل الاجنبي من الحته دي مثلا الحته دي المفروض يكون فيها قوات مسلحه مثلا او تم بالفعل استلامها او هي داخله في معاهده دوليه لحدوديه مثلا يعني دايما بلجا للحالات النادره يعني لكن نفرض ان ده حصل في الحاله دي يجب ان يكون هناك تدخل يعني للحسم اعتقد الحكومه بتتدخل كمان باكثر من طريقه قبل ان يلجا رئيس الوزراء الحكومه بتلجا ل يعني هنحاول نحسم الموضوع او نفهم الناس الجزء القانوني اشكرك شكرا جزيلا الدكتور مدحت نافع على هذه المعلومات الخبير الاقتصادي والكاتب والمحلل الاقتصادي شكرا جزيلا هنحاول نفهم الموضوع بقى من الزاويه القانونيه عبر خدمه سكايب انضم الينا استاذ محمد زارع رئيس المحكمه او رئيس المنظمه العربيه للاصلاح الجنائي برحب بيك يا استاذ محمد يعني هنخش على طول في الموضوع ونسالك عن تعليقك على هذا القانون ومدى توافقه مع القوانين الدولية أو اصطدامه به. يعني أتصور إنه هذا القانون يعني للأسف بيعطي للمحكمة الدستورية ولاية تتعدى اختصاصها. يعني هي محكمة دستورية هي المحكمة العليا داخل مصر. هي بتراقب القوانين المصرية وبتراقب كيفية تطبيقها وبتفصل ما بين النزاعات الموجودة إذا كان في تنازع في الأحكام. ده اللي نعرفه عن المحكمة الدستورية العليا. وهي ايضا محكمه هيئه مستقله يعني هي ليست تابعه لا للسلطه التنفيذيه ولا للسلطه التشريعيه التعديلين الموجودين دول انا اتصور انهم بيتجاوزوا صلاحيات المحكمه الدستوريه العليا يعني اولا هي محكمه داخل البلاد المصريه بتحكم كل القوانين اللي بتختلف مع الدستور المصري وايضا هي مستقله ما بتتبعش اي جهه يعني حتى رئيس الوزراء هو لكل الاحترام أنا أظن أنه يعني المحكمة الدستورية لا تأتمر بأوامره فأنا أتصور تلك التعديلات أنا أظن بتخل بقواعد معروفة عن المحكمة الدستورية ما هي التعديلات برضو ما خليتش رئيس الوزراء ليه سلطة عليها هي خليت له سلطة أنه يحيل الأمر ليها والمحكمة تفصل بما ترى خلينا ناخد الموضوع في مادتين المادة 37 والمادة 33 اللي هم تم يعني تعديلهم. أول حاجة بتتكلم على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية. يعني حاجة مثلا خارجة من الأمم المتحدة. هل يجوز أن المحكمة الدستورية تراقبها؟ تلك القرارات وتلك التوصيات اللي بتخرج من الهيئات الدولية يعني خلينا نقول أنها غير ملزمة أصلا. كل الدول بتأخذ بيها أو لا تأخذ بيها. وفي النهاية ما حدش بيقدر يجبر حد على الالتزام بتشريعات محددة. وانه الهيئات الدوليه بتعمل هذا الامر بشكل انه بتقدمه للعالم انه ما ترتضيه اغلبيه دول العالم. لكن ايه دخل المحكمه الدستوريه العليا في هذا الامر؟ فانا اتصور ده تجاوز لاختصاصات المحكمه الدستوريه العليا. الشيء الثاني انه بيتكلم على ان السيد رئيس الوزراء هو مفترض انه يقدم اي يعني ملاحظات ليه للمحكمه والمحكمه عليها انها تاخد قرار فيها يعني لو مصر مثلا عندها التزامات دوليه مع دوله اخرى وبشكل او باخر اتفقوا في العقود على انه في مكتب تحكيم معين الجهتين توافقوا عليه ايه علاقه المحكمه الدستوريه العليا بهذا العقد فانا اتصور هذا العقد او هذا الاتفاق هذا القانون
أنا أظن هيخل يعني بالثقة في العقود المصرية، وهيخلي الوقت الجهات الاقتصادية الأخرى اللي هتشتغل مع مصر عندها طول الوقت هاجس أنه ربما يتم هي بعض الناس ربطت القصة كمان بالجزء السياسي والحقوقي ويعني ما يصدر عن مجلس حقوق الإنسان الدولي أو غيره مثلا، لكن القانون استخدم بوضوح كلمة قرارات، في النهاية ما يخرج عن هذه الجهات الدولية هي لا تعد كونها توصيات أو مطالبات أو غيره، لفظ قرارات هو بشكل أساسي في الجزء الاقتصادي، في قرارات، في أحكام، في شيء يتعلق يعني بعقد أو غيره. تحدث عن قرارات المنظمات والهيئات الدولية، لأن هي في النهاية تخرج عنها قرارات، لكن أيضا التعديل بيتكلم على أحكام المحاكم. يعني زي إيه؟ يعني قرار إيه مثلا اللي خرج قريب لو بعد القانون ده هنشوف تحرك ضده مثلا؟ أي قرارات بتخرج عن المجالس الدولية، مثلا أنه مصر عندها تجاوزات في كذا وكذا، زي مثلا المجلس الدولي لحقوق الإنسان لما خرج في مارس سنة 20 وقال أن مصر عندها أكثر من 370 بالضبط، بس دي تكون توصيات أو غيره، لكن ما فيش قرار ضد مصر يعني يتعلق بالموضوع ده، ومصر خدتها وقبلتها أو تحفظت عليها بكل إرادتها. لكن أيضا التعديل كمان فيه كمان حاجات مخيفة، زي مثلا بيتكلم على هيئات التحكيم الأجنبية وأحكام المحاكم الأجنبية، يعني أنت كمان عاوز تتدخل في يعني قضاء دول أخرى أو هيئات دولية أو هيئة تحكيمية ارتضت الطرفين أنهم يتحكموا عنه. أنا أتصور أنه هذا القانون بهذا الشكل ضرره أكبر من نفعه، ربما يعني نفعه يكون معدوم وجهة نظر الشخصية، لأنه ما فيش حاجة تقدر تجبر أي دولة في العالم مش مصر بس على قبول يعني توصيات دولية أو دولية، لكن الجزء الاقتصادي هو المخيف. تتكلم على هيئات تحكيميه او محاكم، يعني من عشان كده قلت لحضرتك ان الموضوع واضح انه موجه اكتر في الشق الاقتصادي، لان ده اللي بيتاخد ضده او بيتاخد فيه قرارات حاسمه ضد الحكومه او بتغريم بعض يعني العقود الحكوميه او غيره. الاشياء الاخرى المرتبطه بالمجالس الحقوقيه او غيره بتكون توصيات، في انها تقبلها وترفضها، ترفضها هي لا يترتب عليها شيء. عموما زي ما قلنا هو لسه موضوع في طور المناقشة في البرلمان، يعني سنرى ما ستسبر عنه الأمور. شكرا جزيلا لك محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، بشكرك. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال إنه من المقرر خلال الربع الأخير من العام الجاري انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق من الآن لافتتاح مشروع العاصمة الإدارية. وقال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء إن الانتقال سيبدأ بموظفي دواوين الوزارات، مشيرا إلى عمل تقييم للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة وعددهم 64,000 وفقا للخطوات، منها اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي والمهارات الشخصية، بالإضافة إلى برنامج آخر خاص باختيار التدريبات المناسبة لهؤلاء الموظفين. إلى هنا نصل إلى نهاية بتوقيت مصر، نعود الآن لاستكمال الأخيرة مع الزميل وائل التميمي. والأخيرة متواصلة معكم مشاهدينا، وفيها بعد قليل: مجلس القضاء العدلي في تونس يقضي بمنع القضاة العدليين من شغل مناصب في رئاستي الجمهورية والحكومة وفي الوزارات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، إليكم الآن تذكيرا بعناوين الأخيرة: جدل مستمر بعد تمسك نتنياهو بمسيرة الأعلام في القدس، واقتحام المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن جولة المباحثات المقبلة في فيينا قد لا تكون الأخيرة، والخارجية الأمريكية تحذر من تعقيد المفاوضات بسبب انتخابات الرئاسة الإيرانية.
نتحول الآن مشاهدين إلى الفقرة المغاربية مع نضال. مرحبا نضال. شكرا جزيلا لك وائل. أهلا بكم إلى الجزائر، حيث قالت قيادة الجيش إن المؤسسة العسكرية ستلتزم الحياد في الانتخابات النيابية المقررة السبت المقبل، وإنها ترفض أن تجر إلى اللعبة السياسية في البلاد. بينما تقاطع أحزاب ما يسمى بالتيار الديمقراطي الانتخابات التشريعية، وتعلل الأحزاب خيارها بعدم ملائمة المناخ السياسي السائد لعقد انتخابات، في حين يرى خبراء أن غياب هذه الأحزاب لأول مرة عن تمثيل المنطقة أو منطقة بحجم القبائل سيكون له بالغ الأثر مستقبلا. أكثر من 1400 قائمة تتسابق للحصول على مقاعد في البرلمان الجزائري المقبل، قوائم تغيب عنها أحزاب التيار الديمقراطي واليساري، غياب سيجعل من البرلمان المقبل ضبابيا بحسب خبراء. البرلمان سيكون غير سياسي، بمعنى يطغى عليه المجتمع المدني غير المتحزبون، وبالتالي طبيعته تبقى غير معروفة. من هو هذا المجتمع المدني؟ هل المجتمع المدني يمارس سياسة؟ هل له رؤية سياسية؟ على استحياء جرت الحملة الانتخابية لمسار سياسي، ترى السلطة أنه الوحيد لإرساء مؤسسات شرعية. خلت بعض الشوارع من الملصقات الدعائية وانتزعت في أخرى. تجرى الانتخابات التشريعية في الجزائر في أجواء خاصة، فبينما تستكمل السلطة مسارها السياسي وتعده المخرج الآمن للتغيير، ترى أحزاب التيار الديمقراطي بالمقابل أن هذا الاستحقاق لا يلبي مطالب الشارع، وأن شروط نجاحه غير متوفرة. أكثر من 500 نائب لعهدة واحدة من 5 سنوات هو معدل التمثيل الشعبي للمرشحين. مرشحون بعضهم يشارك لأول مرة، وآخرون بعد مشاركتهم لعقدين قرروا المقاطعة بحجة رفضهم لمسار لا يمثل الأغلبية، مسار يرفضه حزب العمال ذو التوجهات اليسارية جملة وتفصيلا رغم كل الضمانات. حزب العمال خذ قرار في بداية مارس تاع السنة الجارية بعدم المشاركة في الانتخابات، لأنه يعتبر أن هذه الانتخابات لا يمكنها أن تلبي تطلعات ومطالب العميقة للشعب الجزائري. الخارطة السياسية للبرلمان المقبل لم تتضح معالمها. برلمان تغيب عنه أقدم الأحزاب المعارضة وتشارك فيه جل الأحزاب الموالية، تميزه كتلة مستقلة مدعومة بأحزاب التيار الإسلامي ووحدها التحالفات السياسية، قد تحدث فيه المفاجأة. جهيد رمضاني، العربي، الجزائر. من الجزائر ينضم إلينا مراسلنا كمال علواني. كمال، إذا يبدأ الصمت الانتخابي وسط تعليق من الجيش عن عدم التدخل في هذه الانتخابات، لو تصف لنا أجواء هذا الصمت الانتخابي. طيب، نحن في الصمت الانتخابي منذ يوم أمس. الأمور تمر بطريقة عادية، على الأقل هذا ما نشاهده في الشارع. كما ورد في التقرير، هناك ما يقارب 1500 قائمة انتخابية، 30 حزب يشارك في هذه الانتخابات، وبالطبع هناك هذا الغياب الجماعي للكتلة أو العائلة الليبرالية في هذه الانتخابات. ما يمكن أن نقوله أن هناك 3 جهات تعول على هذه الانتخابات بطريقة أو بأخرى. من جهة هناك الحكومة الجزائرية، الرئيس تبون الذي يريد لهذه الانتخابات أن تفرز كتلة من الشباب الذين يدخلون البرلمان لأول مرة، تشبيب البرلمان، وهؤلاء لن يأتوا إلا من قوائم مستقلة، من شخصيات مستقلة خارج التكتلات الحزبية التقليدية المعروفة. وقد انضم إلى هذه الوجهة التيار الإسلامي، هذه الأحزاب الإسلامية التي تشارك بالفعل في هذا الاستحقاق في هذه الانتخابات التشريعية. في الجهة الأخرى هناك من يعول على العزوف الانتخابي، وهذا يستمع كثيرا إلى ما يدور في الشارع ويراهن على الشارع الجزائري، وبالضبط على الحراك
في هذا الشارع الجزائري. هذه الأحزاب التي كما ذكرت آنفا تقاطع هذه الانتخابات، هذه الكتلة من الأحزاب الليبرالية التي لن تشارك. هناك الجهة الثالثة، الجهة الثالثة هم هؤلاء الناخبون الصامتون الذين سئموا من الأحزاب التقليدية ويروا أن لم يعد لديها من مصداقية لكي ينضموا أو يقدموا لها أصواتهم. هؤلاء الصامتون نعم هو هذا المجتمع المدني غير المسيس الذي سيختار شخصيات خارج الأحزاب نعم. غير معروفة، ولكن يمكن أن تضمن هذه المفاجأة التي يعول عليها المراقبون هنا في نعم الجزائر كمال. في هذا الاستحقاق الانتخابي. شكرا لك كمال علواني مراسلنا من الجزائر. من الجزائر أيضا ينضم إلينا الكاتب الصحفي عثمان لحياني. سيد لحياني، عندما نرى قاعات للمرشحين الانتخابيين فارغة تقريبا من الحضور الجماهيري، ثم يتحدث خبراء مقربون من السلطة عن إقبال جماهيري وعن توقع للمشاركة، ثم يتحدث قائد الجيش من الثكنات يعني داعيا الناس إلى الانتخاب مهددا عدم المشاركين أو مسميهم بالمشوشين، إلى ماذا يشير هذا المشهد في تقديرك؟ سيد لحياني يبدو أننا لا نستمع إليك بشكل جيد. إذن الجزائر في ثاني أيام صمت الانتخابيين، نتابع هذه المتابعة الانتخابات الجزائرية. منذ قليل كان معنا مراسلنا كمال علواني وتحدث عن انقسام في العائلات السياسية وعن عدم مشاركة لما يوصف بالعائلة الديمقراطية في انتظار ما ستسفر عنه نتائج هذه الانتخابات أو المشاركة على الأقل. نعود إلى مراسلنا أو إلى ضيفنا بعد قليل ريثما يجهز الاتصال معه، ولكن الآن نذهب إلى تونس حيث أصدر مجلس القضاء العدلي قرارا يقضي بإنهاء إلحاق القضاة العدليين من مناصب في رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات في خطوة أثارت جدلا في وقت يتصاعد فيه الجدل بين رئيسي الجمهورية والحكومة عقب إقالة الأخير رئيس هيئة مكافحة الفساد. ويأتي هذا القرار وفق بيان لمجلس القضاء العدلي لتكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية والصراعات السياسية وحملات التشويه. ينفذ رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي إضرابا عن الطعام اعتراضا على مواصلة إيقافه في السجن منذ 6 أشهر بتهم فساد مالي. ونقل القروي إلى المستشفى أمس الثلاثاء في اليوم الرابع من إضرابه عن الطعام وإثر تدهور وضعه الصحي. في أثناء ذلك نفذ نواب حزب قلب تونس وقفات مساندة للقروي أمام القطب القضائي المالي. 6 أشهر مضت على إيقاف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس بتهم فساد مالي دون أن يتم الحكم بإدانته ولا الإفراج عنه، الأمر الذي دفعه للإضراب عن الطعام احتجاجا على وضعيته. دائرة الاتهام تقول اللي الإجراءات لم يقع معناتها احترامها واللي هو تجاوز المدة متاعه ورجعت الملف إلى قاضي التحقيق. احنا بالنسبة لنا وفي العالم أجمع الضمانة للمحاكمات العادلة هي احترام الإجراءات. حين ترشح في الانتخابات الرئاسية بلغ القروي وهو رهن الإيقاف جولة الإعادة مع الرئيس الحالي قيس سعيد، غادر السجن قبيل الجولة الثانية من الانتخابات ليعود إليه مجددا بذات التهمة بعد خسارته الجولة الانتخابية. لكن حزبه يشارك اليوم في الحكم، نواب حزبه نفذوا وقفات مساندة له أمام المجمع القضائي المالي والاقتصادي، لكن أحزابا معارضة ومنظمة أنا يقظ والمجلس الأعلى للقضاء اعتبروا ذلك تدخلا في القضاء للتأثير عليه. نشوف في محاولات ضغط وتسييس للملف، ولكن أنا يقظ لا تزال تعتبر أنه نبيل القروي ليس سجينا سياسيا وإنما شخص متهم في غسل أموال وتهرب ضريبي كيف وكيف شقيق وغازي القروي المتمسك بالحصانة.
يشير قياديون في حزب قلب تونس بإصبع الاتهام لأطراف سياسية يتهمونها بالسعي للإبقاء على رئيسهم في السجن، ويقولون إن الخلافات بين مؤسسات الحكم ألقت بظلالها على مسار قضية القروي. نبيل القروي ليس السياسي الوحيد الذي دخل السجن بعد الثورة، لكن قضيته حازت على اهتمام سياسي واسع، لأنه يرأس حزبا هو الثالث في البرلمان وأحد الداعمين للحكومة. قضية تضع القضاء مجددا أمام امتحان صعب لإثبات استقلاليته والنائب نفسه عن التجاذبات السياسية. وسام الدعاسي، العربي، تونس. وانضم إلينا مراسلنا خليل كلاعي من تونس. خليل، إذا جدل كبير حول دور القضاء وعلاقته بالسلطة التنفيذية من خلال بيان أو بيان سلك القضاة العدليين. نعم، نضال مجلس القضاء العدلي وهو أحد الفروع المكونة للمجلس الأعلى للقضاء على هيئة على هيكل قضائي في البلاد يستشعر هذا الحرج، ويستشعر كما يقول مراقبون محاولات التوظيف السياسي. واليوم أصدر بيانا تداول فيه حول المناصب التي لا يفرض القانون وجوبية أن يشغلها قضاة عدليون، وقرر خلال ما ورد في هذا البيان إصدار قرارات بإنهاء إلحاق القضاة العدليين في كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وعدد من الوزراء والهيئات. وفسر هذا القرار، قرار إنهاء إلحاق هؤلاء القضاة العدليين بهذه المؤسسات، فسره بسعيه إلى النأي عن بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية، وكذلك المحافظة على سمعة القضاة والنأي بهم عن محاولات التشكيك بطبيعة الحال. هذا البيان الذي أصدره مجلس القضاة العدلي اليوم ليس بعيدا عن ما شهدته الأوساط التونسية يوم أمس من إعلان لإعفاء رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي عماد بوخريس، وتعيين عماد بن طالب وهو قاض أيضا تعيينه عوضا عنه على في رئاسة الهيئة العليا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. إذن القضاة يستشعرون أن الخلاف السياسي وربما الأزمة السياسية والخلاف في بين الرئاسات الثلاث في تونس ربما سيدب إلى داخل السلك القضائي، ومن خلال هذا البيان هم يستشعرون ذلك ويحاولون قطع ربما الطريق على الخلافات السياسية والتوظيف السياسي للسلك القضائي في هذه في هذه الأزمة وفي هذه الخلافات، وبالتالي يظل الجسم القضائي بمنأى عن استتباعات وانعكاسات الأزمة السياسية. شكرا جزيلا لك خليل كلاعي مراسلنا من تونس. وبالعودة إلى الموضوع الجزائري والانتخابات التشريعية، ينضم إلينا مجددا من الجزائر الكاتب الصحفي عثمان لحياني. سيد لحياني، كنت قد سألتك عن هذه الانتخابات التي لاحظ الكثير أن يعني القاعات والمؤتمرات الانتخابية تكون بدون حضور جماهير، في حين يتحدث خبراء المقربون من النظام ومن السلطة على إقبال جماهيري مكثف في الوقت نفسه الذي يقول فيه تبون رئيس جزائري أن الجيش لن يتدخل. يتحدث قائد الجيش من الثكنات ويدعو الناس إلى الانتخاب ويصف الذين يدعون إلى المقاطعة ويرفضون هذه العملية الانتخابية بالمشوشين. كيف يمكن أن تلتقي هذه المعاني جميعا؟ شكرا. هو يعني عندما نبدأ بالنقطة الأخيرة المرتبطة بموقف الجيش، هذا الموقف ليس جديدا، يعني نحن تعودنا مع كل استحقاق انتخابي خاصة بالنسبة للانتخابات النيابية والرئاسية الجيش يعلن عن هكذا موقف ويؤكد بأنه محايد، مع أننا نعرف جميعا بأن الجيش في الجزائر يوجد دائما ومنذ لظروف طبعا وسياقات تاريخية موضوعية في جزء منها يتمركز في قلب نظام منظومة الحكم، و هو محدد رئيس من محددات توجهات والخيارات السياسية الكبرى في الجزائر. ربما الموقف هذه المرة يختلف بسبب الظروف المغايرة التي تشهدها الجزائر بعد الانحراف الشعبي، بسبب أننا مقبلون على أول انتخابات نيابية تديرها هيئة مستقلة في تاريخ الجزائر بعدما كانت وزارة الداخلية والسلطة هي من تدير الانتخابات. قد تكون هذه العوامل تلعب لصالح
استبعاد نسبي للمؤسسة العسكرية، خاصة أن البرلمان لا يهم بدرجة كبرى الجيش، ربما الانتخابات الرئاسية هي أكثر ما يهم المؤسسة العسكرية. في المقابل، حديث الرئيس تبون قبل يومين قبل أمس لقناة الجزيرة عن أن الجيش ابتعد عن السياسة منذ سنوات قد ليس دقيقا بدرجة كبيرة. نحن كنا نسمع قائد الجيش الراحل قبل سنتين كان يتحدث عن قضايا سياسية، عن قضايا اجتماعية، عن خيارات الحكومة، كان يتحدث عن مسائل سياسية في جوهر عمل الحكومة والوزارات، وبالتالي لا يمكن الاعتقاد تماما بأن الجيش ابتعد نهائيا عن ممارسة السياسة، خاصة وأن مجلة الجيش والمتحدثين باسم الجيش ما زالوا لحد الآن يتحدثون بالمفردات والمفاهيم والمواقف السياسية. على المستوى الثاني، طبعا هذه الانتخابات هي رهان بالنسبة لكثير من الأحزاب، ولك أحزاب حاولت أو نجحت على الأقل نسبيا في تكريس حضورها على المستوى الشعبي من خلال التجمعات الناجحة التي أحدثتها ويعني نشطتها، وهنا ربما يبرز في هذا الاتجاه بعض الأحزاب الإسلامية مثل حركة مجتمع السلم وحركة البناء. هناك أحزاب أخرى حاولت أنها يعني خاصة الأحزاب الموالاة المعنية بالدرجة الأولى بالحراك الشعبي، التي أحزاب رفضها الحراك الشعبي وطالب باستبعادها من المشهد السياسي. أتحدث هنا تحديدا عن جبهة التحرير الوطني والتجمع التجمع الوطني الديمقراطي. هذه الأحزاب حاولت أيضا في خلال هذه الحملة الانتخابية أن تثبت بأنها ما زالت قائمة وما زالت قوية وما زالت لديها حاضنة شعبية. الأحزاب الأخرى تنقسم على مستويين، هناك أحزاب ظهر بشكل واضح ضعفها في هذه الحملة، وأتوقع بأن الانتخابات السبت المقبل ستشكل محطة لتثبيتها بشكل مباشر على مستوى السياسي. هناك أحزاب أخرى تشارك لأول مرة في هذه الانتخابات وحاولت أن تقدم صورة جديدة وخطب جديد وأن تشكل عامل إضافي في الخريطة السياسية. قد أسمي هنا حزب جيل جديد، وأتوقع أن يكون من بين الأرقام المهمة في الانتخابات السبت المقبل. طيب، صحيفة لا تريبيون الفرنسية تحدثت عن انتخابات في سوريا، في إيران، في الجزائر، وسمتها كلها تحت عنوان واحد: انتخابات بلا شعب. هل هو هجوم إعلامي فرنسي على التجربة الجزائرية الوليدة، أم أنها تصف نوعا من ربما المقاطعة لهذه الانتخابات؟ أعتقد أنه هناك تيار من أو طبقة أو مستوى أو خط معين، خط تحريري معين لبعض الصحف الفرنسية ووسائل الإعلام لديها مشكلة مع الجزائر منذ فترة، والأمر لا يرتبط فقط بهذه الانتخابات ولكن بمحطات سياسية كثيرة. أنت تعرف أن الإعلام الفرنسي أيضا يمثل تيارات ويمثل لوبيات وخيارات. بالنسبة للانتخابات في الجزائر، أعتقد أن ما الوصف الذي أطلقته صحيفة لا تريبيون قد يكون مبالغا فيه. صحيح أن الانتخابات في الجزائر ليست انتخابات مثالية، لا على مستوى التنظيمي ولا على مستوى الديمقراطي، ليست انتخابات يعني كاملة في ما يتعلق بأدوات الشفافية والنزاهة، ولكن ليست أيضا بدون شعب. هناك قوائم وأحزاب مشاركة. صحيح أن نسبة المقاطعة إذا أخذنا بعين الاعتبار آخر استحقاقين انتخابيين، وهو الانتخابات الرئاسية في 2019 ثم الاستفتاء الدستور في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، طبعا كانت هناك مقاطعة شعبية كبيرة، ولكن تلك المقاطعة كانت لديها ظروف واضحة ترتبط أولا بالحراك الشعبي، لأنه كان مازال في نفسه القوي خاصة في الانتخابات الرئاسية في 2019، والمسألة الثانية أن هناك كانت هناك مقاطعة سياسية قبل أن تكون شعبية رافضة لمضمون الدستور في 2019. هذه الانتخابات تتغير فيها المعطيات، هناك الكثير من الأحزاب السياسية التي قاطعت الانتخابات الرئاسية والتي قاطعت الدستور هذه المرة تشارك وتقدم مرشحين، وبالتالي على أساس ذلك أتصور أن نسبة المشاركة قد ترتفع نسبيا. تبقى مسألة أشكرك. تبقى منطقة القبائل هي تبقى منطقة ذات خصوصية يعني تاريخية وفي منطقة متمردة سياسيا على السلطة، وتتكرر فيها المقاطعة سواء في هذه الفترة أو حتى في الاستحقاقات السابقة. شكرا جزيلا لك عثمان لحياني الكاتب الصحفي، كنت معنا من الجزائر. دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية التي سيعقدها المجلس في مقره بمدينة طبرق يوم الاثنين المقبل. وسيناقش المجلس خلال الجلسة بند مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2021 وبند تولي المناصب القيادية في الوظائف السيادية.
ولم يستكمل مجلس النواب مناقشاته فيما يتعلق ببند مشروع الموازنة خلال جلسته الأخيرة التي رفعت دون إقرار قانون الموازنة العامة الذي قدمته حكومة الوحدة الوطنية. باشرت الحكومة المغربية يوم الاثنين الماضي إصدار الجواز التلقيحي للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ويسمح لحامله بالتجوال في جميع أنحاء البلاد دون قيود والتنقل بعد 11 ليلا وكذلك السفر إلى الخارج. صار بإمكان عزيز التنقل بحرية دون قيود احترازية من كورونا. جواز التلقيح وثيقة معترف بها تمكنه وأمثاله ممن أتموا جرعتين من التطعيم المضاد لكورونا من التنقل بحرية ودون الخضوع للحجر. المرحلة اللي كان فيها الهلع والخوف من الكوفيد ومن الإصابة بالكوفيد، لكن بعد أخذ الجرعتين كان انتقال، والآن نحن مقبلين للحياة بإشكال ولا بنفس جديد وبروح جديدة. خطوة جديدة للحكومة المغربية تأتي في سياق وضع وبائي يمضي نحو انفراج أكبر، يقول مختصون. الأرقام أنا ما مشجع بزاف وهذا، وداك الشيء علاش ما الدولة حاولت تحل شوية بشوية باش الناس يتنقلوا ما بين المدن بتوفرهم على هذا الجواز الصحي. منذ أشهر عديدة يشهد المغرب تراجعا في عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا بموازاة تقدم متسارع في عملية التلقيح، ونجح المغرب في تلقيح أكثر من 6 ملايين مواطن بجرعتين متتاليتين، فيما ينتظر 3 ملايين آخرون جرعتهم الثانية لاستكمال مناعتهم ضد كورونا. أمام تسارع عملية التلقيح وانحسار الحالات النشطة، قلصت الحكومة المغربية فترة الحجر الليلي، كما سمحت بإقامة الأفراح والحفلات وأعطت الضوء الأخضر لأنشطة المسابح والمسارح مع توسيع دائرة المساجد المسموح بأداء الصلوات فيها. تخفيف جديد يغذي آمال المغاربة في عودة قريبة إلى الحياة الطبيعية بعد أكثر من عام من إجراءات احترازية فرضتها الجائحة من تعقيم وتباعد وارتداء للكمامات. أنس رضوان العربي، الرباط. وفي موريتانيا تشهد المستشفيات إقبالا متزايدا على اللقاحات المضادة لكورونا بعد أسابيع من عزوف الغالبية عن تلقي التطعيمات الوقائية، وذلك على خلفية إعلان وزارة الصحة اكتشاف 3 سلالات متحورة من فيروس كورونا. أمام هذا المركز الطبي ينتظرون دورهم في الطابور، وهدف هؤلاء أخذ اللقاح المضاد لكورونا. تراد الصلاحي طال انتظاره للجرعة الثانية وزاد خوفه مع تصاعد الإصابات. فرحته باستكمال الإجراءات الوقائية يقول إنها ستبقى ناقصة ما لم تقبل والدته أخذ هذا اللقاح. جئت هنا من أجل أخذ هذا اللقاح، لكن المعضلة أن كبار السن وهم الفئة المستهدفة أساساً ما زالوا حتى اللحظة يمانعون من أخذ هذا اللقاح، وأنا خشيت حتى اللحظة بإقناع الوالدة. وزارة الصحة تقول إن أكثر من 36,000 تم تطعيمهم، وتحذر من خطر التراخي في التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية. الإعلان عن اكتشاف 3 من السلالات المتحورة، هذا الإعلان كان حافز للمواطنين من أجل الإقبال، زيادة الإقبال على اللقاح. كورونا أدت إلى وفاة قرابة 470 شخصا منذ ظهور الجائحة في موريتانيا لأول مرة منتصف مارس من العام الماضي، وإجمالي الحالات المسجلة ناهزت 20,000 إصابة. هنا داخل هذا المستشفى يزداد الإقبال على الجرعات المضادة لكورونا، فيما تتراجع الإجراءات الاحترازية بشكل عام، وسط المخاوف من موجة ثالثة من الوباء قد تكون أشد وعثاء في ظل اكتشاف حالات من الفيروس المتحور. محمد عبد الله ممي، العربي، مكشوف. ومن موريتانيا نأتي إلى نهاية فقرتنا المغربية، نعود الآن لاستكمال الأخيرة مع وائل.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أدان مجلس الأمن الدولي هجمات استهدفت إحدى قرى إقليم ياغا شمالي بوركينا فاسو وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 مدني بينهم أطفال. وأكد المجلس في بيان أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. من هجوم إلى آخر، هكذا تعيش قرى بوركينا فاسو النائية الفقيرة في قلب الصراع بين المسلحين من تنظيمي الدولة والقاعدة وحكومات دول منطقة الساحل منذ 2015، فأضحت البلاد هدفا لهجمات المسلحين كان آخرها مجزرة قرية صلحان في إقليم ياغا شمال شرقي البلاد، خلفت عشرات القتلى والجرحى وآلاف النازحين. استقبلنا 40 جريحا تم إدخالهم إلى الوحدة الصحية في سيبا، تمكنا من نقل 23 آخرين إلى المستشفى الإقليمي في دوري. سمعنا أن بعضهم اضطر للبقاء في مدينة واغادوغو بالنظر إلى خطورة حالتهم. مجلس الأمن الدولي دان الهجوم مؤكدا أن الإرهاب بجميع أشكاله يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين حسب بيانه، فيما توعدت حكومة بوركينا فاسو بالرد على الهجوم. هذه هي المرة الأولى التي تتعرض لها بلدنا وسكان بلدنا لمثل هذا الدمار الهائل. الرئيس حملنا رسالة أمل، لقد حاربنا الإرهاب منذ فترة وحققنا انتصارات. فرنسا التي تشارك بقوة عسكرية في منطقة الساحل أدانت مجزرة صلحان، وقال وزير خارجيتها إن بلاده تواصل العملية العسكرية في المنطقة بتنسيق مع الجيوش الشريكة. وفي جنيف قال المتحدث باسم المفوضية السامية للاجئين إن أكثر من 3000 نازح تركوا قراهم في إقليم ياغا هربا من هجمات المسلحين، فأصبح البحث عن ملاذ آمن في بوركينا فاسو أكبر هم سكان البلاد بعدما صاروا هدفا لضربات الجماعات المتشددة التي خلفت منذ 2015 أكثر من 1400 قتيل ونزوح أكثر من 1,000,000 شخص. والأخيرة متواصلة معكم مشاهدينا وتتابعون فيها بعد الفاصل. قطاع الرسوم المتحركة المحلية في تركيا يلقى رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نذكر الآن بأبرز أخبار الأخيرة. اقتحم نحو 140 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد الأقصى بحسب ما أكدت الأوقاف الفلسطينية. الاقتحام حدث في وقت يصر متشددون إسرائيليون على تنظيم اقتحام كبير للأقصى على الرغم من عدم موافقة السلطات السياسية والأمنية على الخطوة. قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في اتصال بالتلفزيون العربي إن الجانب المصري قرر تأجيل اجتماعات الفصائل الفلسطينية التي كان من المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل في القاهرة. وأضاف البرغوثي أنه لم يحدد لغاية الآن موعد جديد للاجتماعات. وقال مصدر خاص للتلفزيون العربي إن سبب تأجيل موعد الاجتماع هو شعور مصر بأن الوقت غير كاف لإنضاج التوافق، وبأن المصريين لا يريدون عقد اجتماع دون الخروج بنتائج ملموسة وعملية. وأضاف المصدر أن عدم التوافق بين فتح وحماس على جدول أعمال الاجتماعات خلال لقائهما التمهيدي أدى كذلك إلى تأجيل المباحثات. قالت ويندي شيرمان نائب وزير الخارجية الأمريكي إن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية على كيفية العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي ستستأنف مطلع الأسبوع المقبل. وأضاف شيرمان أن انتخابات الرئاسة الإيرانية في 18 من الجاري تعقد المحادثات، وأعربت عن اعتقادها بأن الكثير من التقدم قد تحقق، لكنها أكدت أنه لا يمكن القول إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق. وقد أعلن من جانبه رئيس فريق التفاوض الإيراني عباس عراقجي استئناف محادثات فيينا الأسبوع المقبل، وأعرب عن أمله في إحراز تقدم بمختلف القضايا المتبقية. وقال عرقجي إنه من السابق لأوانه تحديد ما إن كانت الجولة التالية من محادثات فيينا ستكون الأخيرة أم لا، وأكد أن الخلافات تتركز على القضايا الرئيسة المتعلقة بكيفية عودة الأطراف إلى الاتفاق النووي.
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة المتحدة في أول رحلة خارجية له بصفته رئيسا تستغرق 8 أيام. وهبطت الطائرة الرئاسية في قاعدة ميلدن هول الجوية في سافولك شرقية إنجلترا. ويستهل بايدن الرحلة يوم الخميس بلقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قبل أن ينطلق الزعيمان لحضور قمة مجموعة الدول 7 التي من المقرر أن يلتقي فيها شركائه الأوروبيين، ولاحقا في جنيف السويسرية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. استؤنفت في الدوحة المحادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة في قطر محمد نعيم إن اجتماعا عقد مساء أمس بين أعضاء فريق التفاوض ركز على تسريع المحادثات بين الأفغان والقضايا المتعلقة بالسياسة لتوطيد عملية السلام. وأضاف نعيم أن اجتماع اليوم تضمن مناقشة عدد من القضايا مشيرا إلى اتفاق الطرفين على عدد كبير من النقاط. ويجري اجتماع الدوحة بعد زيارة قام بها المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى كابول، التقى فيها الرئيس أشرف غني ورئيس لجنة المصالحة عبد الله عبد الله وقادة أحزاب وسياسيين. أعلن الجيش العراقي سقوط الصواريخ على قاعدة بلد الجوية التي تستضيف متعاقدين أمريكيين. وأكد الجيش أن القصف لم يسفر عن إصابات. وتستهدف الجماعات المسلحة في العراق عادة القواعد العسكرية التي توجد فيها قوات أمريكية مطالبة بخروج هذه القوات. أشادت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بتعاون الحكومة الانتقالية في السودان في ملف دارفور. وفي الوقت ذاته كررت دعوتها الخرطوم إلى تسليم أحمد هارون المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقدمت بنسودا إحاطة لمجلس الأمن هي الأخيرة لها قبل أن تنهي ولايتها في 16 من الشهر الحالي بعد 9 سنوات من تسلمها منصبها. جلسة وداع للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في آخر إحاطة لها أمام مجلس الأمن. بالتزامن مع مغادرتها يفتح السودان صفحة جديدة في العلاقة مع المحكمة بعد 16 عاما من القطيعة. بنسودا أشادت بتعاون الحكومة السودانية مع المحكمة، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة استكمال ملف العدالة في دارفور. يجب أن نندد جميعا بالجرائم المستمرة في دارفور ونذكر السلطات السودانية المعنية بواجباتها الأساسية للتحقيق في الجرائم ومحاكمة مرتكبيها. السودان من جانبه كرر تأكيد التزامه التعاون مع المحكمة، تاركا البت في مسألة تسليم المتهمين الباقين إلى مرحلة لاحقة. الحكومة تدرس مع المحكمة الجنائية الدولية ومجتمعات الضحايا أفضل السبل لمثول المتهمين المطلوبين أمام المحكمة. الولايات المتحدة كررت دعوة الخرطوم إلى تسليم المتهمين، مؤكدة الإبقاء على الوضع في دارفور تحت رقابة دائمة. الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت وستواصل اتخاذ خطوات فعالة لتشجيع الحكومة الانتقالية المدنية على نقل أحمد هارون فورا إلى المحكمة الدولية. أعضاء مجلس الأمن المنتسبون أيضا إلى نظام المحكمة الدولية رحبوا بتعاون الخرطوم مع المحكمة، مشددين على ضرورة تسليم باقي المطلوبين. ظل الملف السوداني أحد أبرز الملفات في حقيبة بنسودا منذ تسلمها منصبها قبل 9 سنوات، لكنها تغادر الآن بعد انتقال العلاقة بين الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية إلى مرحلة انفتاح وتعاون ساهمت في تخفيف الضغوط الدولية عن السودان. من مجلس الأمن الدولي في نيويورك، نبيل أبي صعب، العربي. أوقفت المصارف اللبنانية منح القروض للمواطنين منذ عام 2019، وكذلك أبطلت جزئيا وظيفة البطاقات البنكية. وقد انعكس هذا على عمليات الشراء والبيع في كل القطاعات وأعاد نمط الاقتصاد اللبناني إلى ما قبل التسعينات. عادت السجلات اليدوية لتحل محل البرامج المحوسبة، فمعاملات البيع والشراء لهذه الأدوات الكهربائية وغيرها صارت تجرى نقدا. توقف نظام التقسيط ونظام الكمبيالات انتهت صلاحيته، فأطفئت ماكنة بطاقات الاستدانة. شيكات عم ناخد، التجار مثل ما قلت لك كاش اون ديليفري فريش دولار،
بينما نحن مضطرين أن ناخذ باللبناني من الزبائن على الريت اليومي. فاختلفت كثير امور، لا ما عاد فينا يعني رجعنا للاسف ما قبل التسعينات، والتقسيط وقف ونحن التقسيط هو قائم شغلنا كله وارباحنا على التقسيط. لم تعد الوان دعايات العرض على القروض جاذبه، البنك لا يقرض احدا لا نقدا ولا عبر البطاقه، وماكينات السحب الالي باتت مخصصه لسحب الراتب وبالتقسيط. القطاع المصرفي يعاد إلى عصر ما قبل التسعينيات. الحياة الاقتصادية شبه متوقفة، لا نمط هنالك، لأنه لما القطاع المصرفي بيتوقف يلي هو بيضخ أكسجين بالجسم الاقتصادي متوقف عن عمليته، يعني ما في ضخ، يعني ما في أكسجين، يعني ما في نبض. بعد أكثر من عام على تخلف الحكومة اللبنانية عن الإيفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية، لا تزال الضغوط تتصاعد على النظام المصرفي، لا سيما في ظل التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا وتداعيات انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، والفراغ السياسي المتواصل في لبنان، والتهافت المستمر على سحب الودائع. لم يتبقى من عمل لهذه البنوك سوى تحويل الأموال، واقع يشير بحسب خبراء إلى فقدان النظام المصرفي الدولي الثقة بمصارف لبنان، مصارف أصبحت علاقتها بالمواطنين محصورة باحتجاز أموالهم والتحكم برواتبهم. أحسن خريس، العربي، بيروت. في الشأن اللبناني أيضا، حذر ممثل موزعي المحروقات هناك من حدوث أزمة في توزيع هذه المواد وخصوصا البنزين بسبب اشتراط بواخر المحروقات الراسية على الشاطئ اللبناني الحصول على اعتمادات مالية من مصرف لبنان المركزي قبل تفريغ حمولتها. يأتي هذا في وقت تشهد محطات الوقود ازدحاما بسبب النقص الحاد في توافر المحروقات، وتسبب هذا في وقوع مشادات على خلفية إعطاء الأفضلية لأشخاص دون آخرين. استهدفت قوات النظام السوري بقذائف المدفعية مخيم الأبرار للنازحين بالقرب من بلدة طاعوم شرقية إدلب، ما أدى لتدمير مسجد ومدرسة ومدرسة المخيم دون تسجيل إصابات. وصعدت قوات النظام من قصفها لمناطق جنوب وشرق إدلب خلال الأيام الأخيرة. استهدفت قوات النظام بقذائف المدفعية مخيم الأبرار بالقرب من بلدة تطعوم شرق إدلب. هذا الاستهداف تم بأربع قذائف مدفعية، إحدى هذه القذائف سقطت بشكل مباشر على مدرسة ومسجد المخيم، مما أدى إلى تدمير المسجد والمدرسة وخروجهم عن الخدمة بشكل كامل. حركة نزوح خفيفة من المخيم بسبب مخاوف الأهالي من إعادة استهداف المخيم بعد سقوط قذائف مدفعية أخرى في محيط المخيم. يذكر أن قوات النظام في الفترة الأخيرة صعدت وكثفت من القصف على مناطق جنوب ومناطق شرق إدلب، مما أثار الرعب لدى الأهالي من عودة العمليات العسكرية إلى الواجهة. خالد إدلبي، العربي، من مخيم الأبرار شرق إدلب. ونعود الآن إلى رصد منصات وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الجولة على أبرز المواضيع والملفات التي تلقى تفاعلا، مع محمد غملوش. محمد، شكرا لك وائل، أهلا بكم مشاهدينا. حملة نوعية يطلقها ناشطون ومؤثرون عرب على منصات التواصل الاجتماعي تتناول قضية الإعدام الرقمي العشوائي للمحتوى العربي الآمن المسالم، بعدما صنفت أنظمة فيسبوك العديد من صور الاحتجاجات الفلسطينية على أنها تحرش أو بلطجة ضمن تصنيفات الشركة الداخلية. الحملة أطلقت من القدس لرمزية المدينة ومكانتها تحت عنوان فيسبوك يعدمنا. بالنظر إلى ما تعرض له المحتوى العربي المتعاطف مع فلسطين من حجب للحسابات والمنشورات التي طرحت الرواية الفلسطينية أو نقلتها، وبالذات على منصتي فيسبوك أو إنستغرام. الهدف مشاهدينا جمع تواقع مليون مؤازر رقمي على صفحة الحملة لإطفاء ثقل شعبي على رسالة الحملة إلى فيسبوك،
الحملة العفوية يشارك فيها متطوعون من 12 بلداً ينشطون في العالم الرقمي. رواد منصات التواصل تفاعلوا مع هذه الحملة. رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبدو كتب في حسابه على تويتر: تهدف الحملة إلى تطوير حلول لإزالة التحيز من برامج فيسبوك ضد المحتوى العربي الآمن الذي يدعو إلى الحرية والقيم الإنسانية منذ تصاعد الأحداث في حي الشيخ جراح. وعن سياسات فيسبوك في حجب أصوات المؤيدين للشعب الفلسطيني يقول أستاذ دراسات بيت المقدس الدكتور عبد الله معروف: القصة اليوم باختصار، إما أن تتبنى رواية الاحتلال أو يعدمك فيسبوك. الناشط صالح الصغيري دعا الجميع إلى المشاركة في الحملة قائلا: فيسبوك ينحاز للاحتلال الإسرائيلي، كفى إعدامات رقمية عشوائية لأصحاب المحتوى العربي المتعاطف مع فلسطين، تابعوا صفحة الحملة على فيسبوك. وختاما مع الصحفي محسن الفرنجي الذي عبر عن تقديره لما أنجزه الناشطون في فترة الحرب على قطاع غزة، وغرد: ما أنجزه النشطاء والمؤثرون والإعلاميون خلال القصف الأخير على غزة وما سبقه ولا يزال في القدس والشيخ جراح يجب استثماره. إلى قصتنا الثانية مشاهدينا. لا مكان لصورة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في جامعتنا، هكذا قرر طلاب الدراسات العليا في كلية ماجدالينا التابعة لجامعة أكسفورد البريطانية إزالة صورة تعود إلى عام 1952 للملكة إليزابيث الثانية من غرفة مشتركة. رمز غير مرحب به للتاريخ الاستعماري الحديث. بهذه العبارة علل الطلاب تصويتهم على القرار، وذكرت تقارير إعلامية أن اللجنة تتشكل من طلاب أغلبيتهم دوليون قالوا إن الأصح تعليق صورة بديلة تمثل الفن أو شخصية مؤثرة وملهمة. الخبر بطبيعة الحال أثار موجة ردود فعل على منصات التواصل، منها المرحب ومنها الممتعد، نرصد أبرزها مشاهدينا. رئيسة كلية ماجدالينا التابعة لجامعة أكسفورد وضحت وجهة نظر الجامعة من القرار قائلة: لم تتخذ الكلية أي قرار من الكلية، لقد اتخذت منظمة لطلاب الدراسات العليا قرارا بشأن غرفتها المشتركة، هذا شأنهم. ماجدالينا تتمسك بحق طلابها في حرية التعبير والاستقلالية. على أن هذا التوضيح لم يكن كافيا على ما يبدو، فالنائب عن حزب المحافظين جوي موريسي ردت بغضب شديد على القرار وغردت: طلبت للتو صورة أخرى للملكة لأعلقها في مكتبي، صاحبة السيادة والملكة الأطول خدمة في التاريخ، من المحتمل أن أرسل نسخة إلى كلية ماجدالينا في أكسفورد، كذلك نظرا لأنهم قرروا وضع نسخة في غير محلها. وبنفس الرأي الصحفي دان ووتن عد القرار محاولة لإلغاء الملكة، ووصف اللجنة بالسطحية وقال: الآن يحاول هؤلاء الطلاب أن يصوروا الأمر على أنه استيقاظ للوعي، هذا قرار معتوه يحاول إلغاء الملكة، سيناريو لا يمكن حتى تخيله. الدبلوماسية والناشطة الويلزية ليان وود قالت إن ردود الفعل الغاضبة مبالغ فيها، وأن الأمر ببساطة يظهر حرية التعبير. مشاهدينا، إلى قصتنا الأخيرة. تطبيق على الهواتف يوقع أكبر شبكة إجرامية في العالم بيد الشرطة، فما قصته؟ تطبيق آنم للمراسلة المشفرة يستعمله الخارجون عن القانون للحديث عن الجرائم والتخطيط لها، سواء أكانت تهريب المخدرات أم غسيل أموال أم حتى مؤامرات قتل وإرهاب. التطبيق ليس كالتطبيقات العادية ولا يمكن تحميله من متجري أبل وجوجل، والمفاجأة هي أن من يديره هو مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتعاون مع الشرطة الأسترالية. لكن ما لا يعرفه المجرمون أنهم استدرجوا لاستعمال أنوم بوساطة عملاء الوكالة الذين وزعوا عليهم بسرية تامة أجهزة تحتوي على التطبيق كي تسهل مراقبتهم. والنتيجة كانت أن الشرطة قبضت على 800 مجرم ومشتبه فيه
في أكثر من 12 دولة، ومن بينهم أفراد بارزون في عصابات مخدرات ومافيات خطيرة. الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل صدرت الشرطة مخدرات وأسلحة وسيارات فاخرة وأموالا تقدر بالملايين كانت في حوزة المجرمين. فما رأيكم مشاهدينا في الحيلة التي لجأت إليها الشرطة للإيقاع بالشبكات الإجرامية؟ ومع هذا السؤال نصل إلى نهاية جولتنا في منصات التواصل. عودة الآن إلى وائل الاستكمال الأخيرة. أعلنت شركة فايزر أنها ستبدأ اختبار لقاح كورونا الخاص بها على مجموعة أكبر من الأطفال الذين هم دون سن 12 عاما ولكن بجرعة أصغر. شركة فايزر ستبدأ اختبار لقاح كوفيد-19 الخاص بها على مجموعة أكبر من الأطفال دون سن 12 عاما ولكن بجرعة أقل. ستشمل الدراسة ما يصل إلى 4500 طفل في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا، وبناء على بيانات السلامة والتحمل والاستجابة المناعية الناتجة عن اختبار اللقاح على 144 طفلا في دراسة المرحلة الأولى للقاح المكون من جرعتين، قالت شركة فايزر إنها ستختبر الآن جرعة أقل على الأطفال الأصغر سنا، وهي 10 ميكروغرامات للأطفال من سن 5 إلى 11 سنة و3 ميكروغرامات للفئة العمرية من 6 أشهر إلى 5 سنوات. حاليا يتلقى الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا جرعة البالغين نفسها من لقاح فايزر بايونتيك وهي 30 ميكروغراما. وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إن تقليل الجرعات في التجارب على الأطفال الصغار أمر منطقي. وفقا لمركز السيطرة على الأمراض تلقى ما يقرب من 7 ملايين مراهق جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في الولايات المتحدة. ويقول خبراء الصحة إن تلقيح الأطفال خطوة حاسمة في ترويض جائحة كورونا. قالت المحكمة العليا في بريطانيا إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تصرفت تصرفا غير قانوني بمنحها إحدى الشركات المقربة من المستشار الحكومي السابق دومينيك كامينغز عقدا لتقديم خدمات تتعلق بوباء كورونا. فضيحة أخرى تضرب 10 داونينج ستريت، بطلها هذه المرة أيضا كبير المستشارين المطرود والصديق السابق لبوريس جونسون دومينيك كامينز. المحكمة العليا قالت إن كامينز تدخل خلال أزمة كورونا لمنح عقد بقيمة تناهز 500,000 جنيه استرليني لشركة استشارات يملكها أصدقاء مقربون منه تدعى بابليك فيرست. قرار المحكمة وصفه المتحدث باسم الحكومة بأنه غير منطقي، فيما دافع كامينغز عن خياره باعتباره يستند إلى معايير مهنية بحتة. وكأن المحكمة تخبر الحكومة حتى في حالة وباء يحدث مرة كل قرن يجب أن يكون تركيزكم الحقيقي دائما على البيروقراطية، تلك بالفعل مشكلة مدمرة للغاية وسيزيد حكم اليوم الأمر سوءا. القضية كانت قد رفعتها أمام المحاكم البريطانية مجموعة The Good Law Project، وهي منظمة غير ربحية شككت على نطاق واسع في المبالغ التي أنفقتها الحكومة خلال أزمة كورونا. هنا الحكم هو يأتي بوقت حساس، الوقت الذي يتهم فيه دومينيك كامينغز الحكومة بأنها يعني تورطت في محاباة أثرياء الداعمي حزب المحافظين وأصدقائهم، ويأتي أيضا هذا لكي يضيف أعباء جديدة على جونسون الذي يعني يريد طبعا عودة الاقتصاد إلى طبيعته بعد الانفتاح الكامل. اتهامات المحسوبية هذه طالت وزير الدولة مايكل جوف أيضا شريك جونسون السابق في هندسة البريكزيت، ما يشير إلى استهداف الدائرة المقربة من رئيس الوزراء. يرى كثيرون أن الحكم الذي صدر اليوم يزيد الضغوط على بوريس جونسون، لكن آخرين ينظرون إليه بوصفه تبرئة ضمنية لرئيس الوزراء
تنزع عنه بعض اللوم من سوء إدارة المرحلة المبكرة من وباء كورونا في البلاد. زاهر عمرين، العربي، لندن. في فرنسا بدأت المقاهي والمطاعم استقبال روادها في الداخل بعد تخفيف إجراءات مكافحة كورونا، كما تستأنف أيضا الرحلات الدولية إلى فرنسا وخاصة من الدول الأوروبية التي صنفتها باريس ضمن لائحة اللون الأخضر. بعد أن كانت ترتشف في الخارج، عاد عبق القهوة ليملأ المقاهي في الداخل. شهور طويلة من الإغلاق القصري حرمت كارمن من الاستمتاع بهذه اللحظة التي كادت تنساها، فمذاق القهوة في المقهى لا تضاهيه لذة، تقول: لذيذ أم غير لذيذ لا يهم، المهم أنه في المقهى الذي أرتاده منذ 30 عاما. عمال قطاع المطاعم والمقاهي لا يخفون بدورهم مدى سعادتهم بخدمة الزبائن من جديد، فلا روح في هذه المرافق الاقتصادية دون سماع أحاديثهم وقهقهاتهم التي تملأ المكان. نستقبل الآن عددا أكبر من الزبائن. التعامل مع الزبون في داخل المطعم أكثر لطافة من التواصل معه عندما يكون في الخارج. نحن سعداء بعودة الحياة. عادت الحياة أو تكاد إلى ما كانت عليه في السابق إذن. السينما والمسارح وصالات الرياضة شرعت أبوابها لروادها. المسابح ونوادي البولينج والمكتبات كلها باتت مقصدا حرا للناس. عشاق الرياضة سيتمكنون بدورهم من العودة إلى الملاعب وتشجيع أفريقتهم المفضلة وإن كان بأعداد محدودة. سعيد بعودة المطاعم، سئمت من طلب وجباتي عن طريق منصات الإنترنت. إنه أمر سعيد للشباب، لقد حبسنا لأكثر من عام في بيوتنا. رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس حي الفرنسيين على صبرهم خلال الفترة الماضية، معتبرا أن وعيهم وانضباطهم ساعدا في عودتهم التدريجية لاستئناف حياتهم الطبيعية من جديد. الإسراع في عملية التلقيح بحسب الحكومة هو ما ساعد على عودة الصخب والازدحام إلى هذا الشارع وإلى باقي الشوارع الفرنسية. هذا الصيف سيتمتع الملقحون على ما يبدو بهامش حرية أكبر بعد تصويت البرلمان الأوروبي على جواز سفر اللقاح الذي سيعفي حامليه من المساءلة في أمور تتعلق بصحتهم. محمد حجي، العربي، باريس. في الواقع الأجواء مشابهة هنا في بريطانيا لتلك التي في فرنسا، لكن الفرق أن عدد حالات كورونا يرتفع كثيرا في الأيام الأخيرة. على أي حال مشاهدين، أدت هذه الجائحة إلى تغييرات كبيرة في تصنيف المدن في العالم من حيث جودة الحياة فيها، إذ سجلت المدن الأوروبية مثلا تراجعا واضحا بسبب الضغط على موارد المستشفيات والقيود على التنقلات والتجمعات التي حدت من الأنشطة الثقافية، مقابل تصدر المدن الأسترالية واليابانية والنيوزيلندية التي قفزت إلى القمة بفضل إجراءاتها السريعة لاحتواء الوباء، ما مكن المجتمع من البقاء مفتوحا وأتاح لتلك المدن تحقيق أداء أفضل من حيث التعليم والثقافة والبيئة. حقق قطاع الرسوم المتحركة المحلية رواجا كبيرا في تركيا خلال السنوات الأخيرة بعد تسجيل جودة عالية في الإنتاج والمحتوى، وتري الحكومة اهتماما لدعم هذا القطاع ليرتقي إلى مستوى الإنتاج العالمي بعد رواج قطاعي السينما والدراما التلفزيونية التركية مؤخرا لتصبح محط اهتمام الكثير من الشعوب. على شاشتهم الصغيرة يستذكرون تاريخ أسلافهم، حكايات تلفزيونية لا تمل العائلات التركية استذكارها. لا حديث هنا عن الإمبراطورية العثمانية، إنما قصص عن مدينة إسطنبول في تسعينيات القرن الماضي عبر رسوم متحركة. برامج كرتونية مليئة بوجبة مسلية من القيم التاريخية والاجتماعية، ما يجعلها محل اطمئنان الآباء والأمهات. أسمح لأطفالي بمشاهدة البرامج المحلية لأنها خالية من مشاهد العنف وتراعي أعمار الأطفال وتناسب مفاهيمنا وقيمنا الدينية التي تربينا عليها.
إنها تجارة رائجة وغير خاسرة تحظى بقبول المجتمع التركي واهتمام حكومي، فالإنتاج الذي يراعي القيم التربوية والاجتماعية والدينية للمجتمع التركي يحظى بعقود شراء على كبرى الشاشات المحلية الموجهة للأطفال. رفضان طيف أوشتروكن. من خلال فيلم رفضان طيف نحاول أن نعرف أبناءنا على أهمية بلادنا من خلال التركيز على بعض المعالم الهامة في إسطنبول كآيا صوفيا والسلطان أحمد وغيرهما، حتى أن الأطفال باتوا يطلبون من ذويهم زيارة تلك الأماكن لأنهم شاهدوها في الرسوم المتحركة. الثقافة المجتمعية في تركيا قائمة على الاهتمام بالقيم الوطنية القومية، ما يكسب المنتج المحلي من قطاع الرسوم المتحركة ثقة كبيرة، ورواج هذا القطاع محليا يدفع بالقائمين عليه إلى تسويقه في الأسواق العالمية، لا سيما أن الحضور التركي بات يمتلك صدى واسعا في الأسواق الإقليمية والعالمية. صنع في تركيا باتت علامة فارقة في الأسواق التجارية العالمية، وتزيد في رصيدها المسارات السياسية والاقتصادية للبلاد، لكن للإنتاج التلفزيوني بما فيه الرسوم المتحركة النصيب الأكبر للاستثمار في الأجيال القادمة وفي الأماكن البعيدة عن أصوات الساسة والصراعات الدولية. أحمد غنام، العربي، إسطنبول. ومن الرسوم المتحركة إلى الكاريكاتير، موعدنا اليومي.